هذه فاهمه. زايد اخوي مرئي ناس ايه زايد لايف صرنا لايف المفروض ايه طلع تمام تفضل صخر تفضل صخر صرنا لايف في السويد انتزاع الاطفال ام حمايه. أعزائي الحضور المستمعين والمستمعات، أنا صخر إدريس ورحب بكم الجديد في برنامج مهاجر وشوية حكي على منصة مهاجر والآن، المنصة التي تشارك، المنصة التي تسلط الأضواء على قضايا المهاجرين واللاجئين وتنقل أخبارهم وقصصهم والتحديات والصعوبات والنجاحات حول العالم. اليوم سنناقش قضية سحب الحكومة السويدية لبعض الأطفال من عائلاتهم مع المحامي إيهاب عبد ربه والصحفي حاسم داكل، وكلاهما مقيم في السويد ومتابعان لهذه القضية. وسبق أن تواصلت المهاجرون الآن، نود أنه سبق أن تواصلت المهاجرون الآن مع الحكومة السويدية حقيقة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وللوقوف على حقيقة ما يحصل، وسنقول ردهم أثناء البرنامج. كما تواصلت المهاجرون الآن مع بعض الناشطات المتابعات للقضية لأخذ وجهة نظر نسائية، وبعد الموافقة على مشاركتهن اعتذر، ولم يصل الرد لغاية الآن من بعض العائلات التي سحبت الحكومة منهم. إيهاب تحياتي إليك، حازم مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا. فترة يعني حوالي أسبوع تقريباً أو يزيد، يعني هناك سوابع عواصف انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، شيء يتهم السويد بأنها تسحب الأطفال، يعني أن هناك أزمة حقيقية ما بين الحكومة السويدية والعائلات التي سحبت منهم أطفالهم. ممكن بس يعني أنت كمحامي إيهاب تضعنا على الأقل بصورة ما يحصل أو ما حصل في السويد مؤخراً. مساء الخير. في بالسويد، وانا مستغرب انه هلا مستمر الازمه بصراحه، يعني في بالسويد قانونين، يعني مثل ما نوه حازم قبل ما نطلع لايف انه لازم نحكي على هذول القانونين. في قانون اسمه SOL وقانون اسمه LVO. قانون SOL هو قانون يضمن المساعده الاجتماعيه لكل المواطنين والمواطنات اللي عايشين على الاراضي السويديه، بمعنى انك انت كمواطن فيك تروح لعند السوشيال وتقول لهم انا عندي صعوبه معينه، انا من عند انه انا بنتي ما بتلبس معي الصبح نروح على المدرسه لعند انه انا مدمن مخدرات سابق. وانا ذاك الدوله مجبره وفق هذا القانون انه تدخل وتساعدك وتعاونك لانت تتخلص من المشكله اللي هي عندك. بيجوا لعندك على البيت، بيساعدوك، بيقدموا لك الدعم اللازم إلى آخره من هذه الأمور. القانون الثاني هو LVO. قانون LVO هو لما بيجي تقرير قلق أو خطر أو شكوى ضد شخص معين أو عائلة معينة. LVO هو مختص حصراً بالقاصرين، بالقصر اللي عمره تحت وما هو عمره تحت 21 سنة. بمهتم بشكل أساسي بضمان حمايتهم من الناحيتين الصحية والنفسية. LVO مقسم إلى قسمين، قسم رضائي وقسم قسري. القسم الرضائي اللي هو في أغلب الأحيان بصير هو لما بيجي تقرير قلق من سوشيال شنستن دائرة الخدمات الاجتماعية وبقولوا لهم أنه مثلا إيهاب عم يضربه وعم يضرب زوجته ولا. هون بيشوفوا مين المصدر، مثلا المصدر تليفون مجهول، خمس دقائق بيكون الشرطة عم تدق على الباب، بيفوتوا بيشوفوا البيت بيطلعوا وبيخبروا السوشيال، السوشيال بيفتح تحقيق، بيسأل عن إيهاب، عن سلوك إيهاب بالمدرسة، مع الجيران، بالشغل، بيتصلوا بالشغل تبعه إلى آخره، ويؤدي التحقيق في النهاية إما إلى تشميل هذه العائلة من LVO الأطفال القصة أو بأنه يغلق التحقيق وروح الله معه. طيب في حال تم التشميل من LVO بعد التحقيق، بعادة السوشيال شينستن ترفع تقرير للمحكمة وبتقول إنه كان في شكوى على هذه العائلة، ونحن شفنا إنه هالعائلة عندها مشاكل ونحن بنقترح إنه هاي العائلة ينسحب من أولادها. بهي الحالة العائلة بحق إنه توكل محامي بتروح على المحكمة بتدافع عن نفسها. في حال المحكمة اقتنعت بكلام العائلة بيتم إلغاء قرار السوشيال.
يعني بيتم التحقق بهالحاله. هذه ليس الموضوع ليس بشكل اعتباطي او بشكل عشوائي. تمام. هلا في عندنا حاله ثانيه، الحاله الثانيه هو لما بيكون في خطر جسيم اكيد. على سبيل المثال طفل او طفله راحوا لعند الاستاذه او لعند المدرسه وقالوا لهم ابي عم يضرب. هون السوسيال ما بتقدر تتجاهل ابدا هذا الامر. فعاده شو بصير؟ بيكون مثلا في عندنا اربع خمس اولاد لهذا الشخص او طفلين او ثلاثه، تقوم السوسيال بيجمعهم كلهم بيسالهم بيحقق معهم على كل على حده. وبيسال انه شو الوضع؟ شو صاير؟ هل صحيح بيضربوكم؟ هل ما صحيح بيضربوكم؟ اذا جمله الاطفال اتفقوا على انه ايه نحن في عندنا صريخ بالبيت، نحن اولاد، نحن اهلنا بيضربونا، نحن ما لنا مرتاحين بالبيت، ابي وامي بيتخانقوا دائما، ابي بيضرب امي، ابي الكوهست يعني عفوا ابي مدمن كحول، امي متعاطه مخدرات الى اخره، عند ذلك بتدخل الدوله او بتدخل السوسيال وبياخذ هدول الاطفال وبيحطهم بعائله بديله بشكل مؤقت لحين استكمال التحقيق. هذا بسموه تدبير احترازي. هلا السوسيال بيقيم بقى شهر لثلاث شهور، لكن خلال اسبوع لازم يكون هذا التحقيق عند المحكمه. تمام. في حال انه كان في عندنا سحب بيقيم شهر وثلاث شهور، شو اللي بيقيمه ايهاب؟ معلش خلال من الشهر ثلاث شهور ببلشوا بقى تحقيق شامل، بيسالوا الاطفال مره ومرتين وثلاث، بيسالوا الام، بيسالوا الاب، بيسالوا الجيران، بيسالوا كل المحيط. اذا كان في ادعاءات بامور لها تعتبر جريمه بالقانون، تمام بتدخل الشرطه بصير في تحقيق جنائي. يعني على سبيل المثال اذا اجت طفله او طفل وقال انا عم بيتم التحرش فيني جنسيا من احد الوالدين مثلا او من احد مقرب مني واهلي مش منتبهين، بهي الحاله بتتدخل الشرطه بتحقيق جنائي اصولي بالتنسيق مع السوسيال. بعد خلال الشهر ثلاث شهور قابله للتمديد حد ست شهور، السوسيال بيطلع تقرير بيقول فيه اما هذول الاطفال يجب سحبهم بشكل نهائي ووضعهم بعائلات بديله لانه الادعاءات كانت حقيقيه وصحيحه، يا اما هذول الاطفال لازم يرجعوا لعند اهلهم ما في مشكله. عاده اكبر مشكله بتصير معنا هي بسن المراهقه. بسن المراهقه لما بيكون الطفل او الطفل عمره 14 15 سنه، تمام؟ هذول له الراي. فهن بيجوا لعند السوسيال وبيقولوا عمي نحن ما بدنا نعيش مع اهلنا، نحن مش مرتاحين. ليش مش مرتاحين؟ ابي بيفرض علي كنترول كثير، ممنوع اشوف رفقات، بدهم يحجبوني غصب عني، عم بعطي امثله. أبي بيضربني، أمي بتتعاطى مخدرات، أبي بيشرب كحول كتير، أنا مالي مرتاحة، أبي وأمي بتشاجر. وقت ذاك السوسيال بيتخذ قرار بإبعاد هذه البنت أو الصبي عن العائلة لأنه هي أو هو مالهم مرتاحين، ما بدهم، لأنهم يعتبر لهم رأي في هذا الموضوع. هلأ مرات شو بصير؟ بعد فترة من الزمن في دار الحماية هذا الطفل بيلاقي الأمور مش على كيفه. المرات كتير بتكون الطفل كذاب أو مش كذاب كثير، بس هو مفكر حاله بيروح على مكان جنة فبيسحب كلامه. طيب بهذا اللي كنت بدي اسالك يا ايهاب، في حال الطفل سحب كلامه يعني فورا صدقوا للطفل وفرقوا عن اهله، فرقوا عن اهله وقد يكون هناك اخوه له او اخوات على سبيل المثال ذكور واناث، طيب لما بيسحب كلامه شو بيصير؟ بيرجع للاسف بيرجع بينفتح تحقيق مره ثانيه وبيشوفوا بقى، لأنه هذا مراهق، المراهق صخر بيعرف أهله، بيعرف يتواصل معهم، بيعرف يروح لعندهم، بيعرف يتقرب منهم. وأنا بعتقد أنه القانون هون كثير قاصر، بل في بعض الأيام سيء. يعني أنا عندي قضية بعرفها وعم بشتغل فيها، يعني بيصدقوا بالمرة الأولى وما بيصدقوا بالمرة الثانية مثلا؟ تماماً، بصير أنه بدهم يرجعوا يفتحوا تحقيق مرة ثانية ليتأكدوا من أقواله الجديدة. طب يا عمي هذا قد الدب، عمره 15 16 سنة، يعني هذا عم يفهم شو عم يحكي. اول مره ما صدقته، طب ثاني مره اجى لعندكم قال لكم انا كذاب وانا كذبت وانا بدي ارجع عند اهلي. يعني انت بدك ترجع تماطل في شهر وشهرين وثلاثه لترجع عند اهله، ليش؟ هذا بانه صغير، هذا عمره 16 سنه، انت بالقانون عمره 16 سنه عم تسمح له حتى يمارس الجنس، ما بتسمح له يقرر انه يرجع يعيش مع اهله؟ عرفت كيف؟ صحيح. فانا بشوف انه هون في 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 ازدواجيه وشيء مش ضابط ومزعجين بصراحه. يعني انا عندي قضيه عم اشتغل فيها، بنت عمرها 16 سنه صبيه عم تقول لهم انا بدي ارجع عند اهلي، خلاص عم يخلوها هربت من دار الحمايه عده مرات
ومع ذلك السوسيال اللي هلا لم يتخذ قرار بإعادته عنده. راح ارجع لك إيهاب، انا بس كان في عندي تطبيق اني لهيك اخرت على حازم. حازم نحن تحت الهواء قلنا في عندنا احصائيات، هلا يقال انه في وسائل التواصل الاجتماعي يعني تحدثت عن ارقام مخيفه حقيقه في سحب الاطفال، ايضا اتهمت ان سحب الاطفال هو عباره عن لنقل مشروع حكومي سويدي لسحب الاطفال المهاجرين العرب او المسلمين، في حين انت قلت لديك احصائيات. طيب هالجواب على اللي حصلت ممكن تحط مساء الخير. اول شيء قبل الاحصائيات يعني حابب اضيف شيء للي قاله ايهاب، انه هل يوجد تقصير من مؤسسات الدوله؟ اوكي يوجد تقصير، وهل السوسيال يحتاج الى اصلاح؟ كمان يحتاج الى اصلاح، وهذا السوسيال اللي احنا عم نحكي على مؤسسه حكوميه مثل اي مؤسسه ثانيه. يعني اليوم بمؤسسه الهجره موجود في اخطاء تحتاج الى اصلاح، بالمستشفيات نفس الشيء، بدائرة الخدمات الاجتماعية كمان يوجد أخطاء من بعض الموظفين، من بعض القوانين التي تحتاج إلى تعديل. وكل هذه الأمور أنا برأيي أنه ما بتصير بالطريقة اللي انطرحت هي على السوشيال ميديا مؤخرا. يعني اليوم نحن لم نعد أن نطالب بإصلاح السوسيال، ما فينا نحط علم النازية على علم السويد ونتهم السويد بأن هي دولة فاشية أو نازية. ما فينا بنفس الوقت كمان نقول نأدلج هاي المظاهرات ونقول السويد تخطف أطفال المسلمين. هذا هو السؤال. يعني صار في بروباغندا كتير كبيرة هون إنه هل فعلا العرب المهاجرين العرب أو المهاجرين المسلمين فقط هم الهدف أو مستهدفين للسوسيال السويدي؟ موجود هو من 79 وقبل هيك. نحن اليوم عم نحكي مو بس لحتى يستهدف أطفال العرب أو أطفال المسلمين، نحن اليوم عم نحكي على قانون موجود من قبل وصول العرب ومن قبل وصول المسلمين لهي البلدان. فبالتالي نحن لنقعد نطالب بهاي القصص كتير غلط انه نحن نرفع شعار اسلامي لهذا الموضوع. هون عندي مأخذ. هلا اليوم على الاحصائيات اللي عم بتقول، وفي كتير اشخاص يعني مقيمين بدول شرق اوسطية خلينا نقول بحياتها مو سامع عن السويد شيء، ما بتعرف شيء عن السويد الا اللهم تكون سمعاني عن الايكيا مثلا، هي عم تجي بتحكي وبتطالب وبتقود شعارات وبتحرك رأي عام كتير كبير على 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 السوشيال ميديا. نحن عم نحكي على عشرات الملايين اليوم عم بيتم شيطنة الدولة ومؤسسات الدولة وموظفي الدولة أمامهم. فبالتالي نحن اليوم عم ينطرح رقم إنه كل سنة يسحب 40,000 طفل من عائلاتهم، هذا رقم خاطئ. يعني هاي الإحصائيات اللي حكيتها بس ممكن تحطنا بصورة الإحصائيات، يعني حقيقة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بتوقع وقعت بعض وسائل الإعلام في هذا البخ أرقام مخيفة عن سحب الأطفال. هلا نحن لازم نفرق مثل ما قال لك إيهاب بالبداية إنه في شيء اسمه أوران ميلا اللي هو تقرير قلق بيجي لعند السوسيال وعلى أساسه بيقرروا يفتحوا تحقيقات أو لا. بعد التحقيقات هني على اساسه بيشوفوا انه لازم ينسحب الطفل من 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 عائلته وينحط بعائله بديله ولا لا. فاليوم اذا عم نحكي انه ب 2020 خلينا ناخذ كمثال انه واصل للسوسيال اكثر من 35,000 تقرير قلق. هذا التقرير القلق بيجي من احد الجيران، من احد الوالدين اذا صار في حاله طلاق بيناتهم. تقرير قلق بس شوي نوضح تقرير القلق، يعني بس ما يكون مثل قلق بانكيمون، بس حدد لي شو المقصود تقرير قلق. يعني اليوم الولد منزوي بالمدرسه لحاله ما بيلعب مع حدا، وجدوا اثار ضرب على جسمه، المدرسه بعثت تقرير قلق للسلطات اللي هن السوسيال انه في شيء غلط بهذا الولد، تعوا شوفوا شو السيره شو القصه. هذا اسمه تقرير القلق. الجار عم يسمع صراخ، عم يسمع صوات ضرب وبكي طول الوقت، الجار راح بلغ السوسيال وعمل تقرير قلق. هون السوسيال عم يستقبل كل سنة على مستوى السويد أكثر من 30,000 إلى 40,000 تقرير قلق سنوياً، لكن قديش عدد الحالات اللي عم يتم فتح التحقيق فيهم؟ قديش ما بعد التحقيق عم ينبت بهاي الطلبة؟ عندك أحصائيات سريعة هيك. أنا اليوم عندي 36,000 ب2020، بسنة 2020 36,000 تقرير قلق وصل للسوسيال. تظهر عندي الأرقام أنا أنه انتهاء الاحتفاظ والتدخل من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية ب 9,890 طفل ويافع. نحن عم نحكي مو بس أطفال، يافعين كمان منهم. هلأ اليوم هدول اللي خلص منهم السوسيال ب 2020 عندك 1,853 يعيش لدى والدتهم،
503 يعيش لدى والده، و1259 يعيش لدى الوالدين بعد فتح التحقيقات. احنا عم نحكي كم هون يعيش مع الوالدين؟ 1259 من ال 36000 نحن عم نحكي هون، و1861 يعيش في منزله الخاص. يعني قررت السوسيال انه هذا لازم يقعد ببيت خاص، لانه تطريقه بشكل انه يبقى بشكل منفرد بعيدا عن وضعه بامانه اي عائله. خلينا نقول فخر عندنا ارقام اليوم 36000 خلصت منهم السوسيال، خلصت شغل منهم، هو الرقم 9891. هدول الأرقام بيتوزعوا هيك، 1850 رجعوا يعيشوا مع والدتهم، 503 رجع يعيش مع أبوهم، 1259 يعيش لدى الوالدين، 1861 قرروا يعيشوا لحالهم هدول اليافعين، وفي عندك فقط 191 حالي يعيش لدى عائلات بديلة. نحن عم نحكي على رقم ضخم اللي هو 36000، ومنلاقي 191 حالي فقط تعيش عند عائلات بديلة. سؤال هون، يعني انت حكيت في حقيقه ارقام مخيفه، طب شو سبب او ارقام بعيده كل البعد عن اللي ما كان تم تداوله؟ بدي ارجع لعندك ايهاب، انت كمحامي وحكينا تحت الهواء وقلت لي ان في عندك قضايا من هذا النوع. طيب هون شو الاسباب اللي بتخلي الطفل يكذب اذا بدنا نقول، او حتى يحكي الحقيقه انه يشتكي على اهله بعد تقرير قلق من المدرسه او من الجيران، وبعدين رجعوا عاشوا مع اهاليهم؟ معناته هون ما في شيء ممنهج برايي. هل برايك هون في شيء ممنهج من قبل الحكومه السويديه؟ هلا 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 ما بيرجعوا، يعني هم سخر في شغله بدنا نفهمها. لما الاولاد عم ينسحبوا والعائلات عم ترتبك، يعني احدى الشغلات اللي صارت معي باحدى القضايا انه الام بتقول لي والله ما قالت لي انه هي ما كان بدها الحجاب، تمام؟ ما قالت له؟ ايه انه ما بدها الحجاب، لو عارفه انه المشكله بالحجاب كنت خليتها تشيل الحجاب. هي احد الامثله اللي عم تصير. يعني معناتها هون ما في، يعني حتى هون معناتها الاطفال يعني ما في جسر تواصل ما بين العائلات والاطفال. تمام، انا عندي وجهه نظر. في عدم ثقه كمان عم بيكون، يعني في ترويج في عدم ثقه. تمام، يعني اللي عم بيصير صخر، انا برايي من الحالات اللي انا اطلعت عليها انه في بدي احكي عن الاسر الشرقيه، انا يعني ما كثير بعرف الاسر السويديه. لما البنت عم بيصير عمرها 13 سنه ويبلش صدرها يكبر ومفاتنها تطلع وتحلو ويطول شعرها، الاهل عم يفقع مخهم، يعني عم بيقولوا لها ما في طلعه بعد دوام المدرسه، وين كنتي، وين اجيتي، لازم تتحجبي، لازم تحتشمي. طيب هي البنت عم تشوف زميلاتها بالمدرسه تنانير وجينزات ولبس وميك اب، وانه عم تسال، وخاصه اذا كان صار لها عايشه بالسويد هالبنت 10 سنين مثلا، يعني مثلا اللي اجوا على السويد بعام 2014 يعني صار له 8 سنين هون، اذا هي الطفله اجت على السويد عمرها 5 سنين اليوم عمرها 13 سنه، 13 سنه هي البنت حتى لغه عربيه ضعيفه عنها، يعني يعني مو بس ما في تقارب سلوكي صخر، حتى ما في تقارب ثقافي، يعني البنت بتلاقيها بتاكل اكل غربي، بتحكي سويدي اكثر من عربي، ثقافتها غربيه، وعندك حتى بالطرف الثاني مصر انه يتصرف كانه عايش بالشام او عايش بريف الشام او عايش بريف حلب الى اخره. فعم بيصير في هون تضارب، البنت هون عم تفقع، عم بتصير مرتبكه، عم بيصير في عليها تنمر. احنا لازم نفهم انه البنات اللي عمال يتحجبوا بهذا السن عم بيصير عليهم تنمر بالمدارس، تنمر من مين؟ من اقرانها؟ من اقرانهم طبعا، من اقرانهم، يعني هذول اطفال يا صخر، يعني لما البنت تلاقيها لابسه ميني جوب وحاطه فول ميك اب ورايحه على حفله بالمدرسه وزميلتها ما بتسترجي تجيب حواجبها ومحجبه، يعني 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 اكيد حيصير في عليها ضغط بالمدرسه من اقرانها. هون البنت بتروح تشتكي بتقول انا ماني مرتاحه، انا في علي كنترول، يعني انا كل القضايا اللي قريتها دائما في كلمه كنترول واضحه، في كنترول زائد من الاهل باتجاه، مش باتجاه انها ما بتدخن او ما بتعطى مخدرات او انه ما تأذي نفسها، باتجاه اللبس والميك اب والخروج من البيت ويكون عندها اصدقاء والى اخره، وياخذوا منها الموبايل والى اخره. هون بتصير البنت مش مرتاحه فبتروح بتشتكي، بينفتح
ضرب، بيلاقوا انه مرات في ضرب، مرات في تعنيف، مرات في صراخ، مرات في 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 عنف نفسي. يعني 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 في احدى القضايا الام كل يوم برمضان بتفوت عند صلاه الفجر بتمسك بريق مي وبتدلقه على البنت قوم يصلي كل يوم كل يوم كل يوم. الصيام بالسويد كلياتها بنعرف 21 ساعه 22 ساعه بعد خمس البنت تموت بالمدرسه. فبالاخير هي حكت لي قالت لي صار يسالوني على مدى اسبوعين كل يوم يجوا المديره والمرشده النفسيه والاستاذه شبك 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 15 يوم. بعد 15 يوم قلت لهم والله انا مرهق من الصيام عملوا لي افطري. طب ممكن يكون هذا الموضوع يعني يعني هذا الاصرار على السؤال للطالب مثل ما حكيت او الطالب او الطفل او الطفله ممكن يكون فعلا متعمد. لا لا سخر هلا شو الطبيعي عند الاطفال يعني الطبيعي الصيام هون يعني وبالتالي سخر انا بدي اسالك سؤال شو الطبيعي عند الاطفال؟ الطبيعي عند الاطفال انه يكونوا خاصه ببلد مثل السويد. يعني طفله عمرها 15 سنه بالسويد ليش تكون حزينه؟ ليش تكون ساكته ومنطويه؟ يعني حدا صاح له احلى لبس واحلى اكل واحلى شرب واحلى حياه وطلعات وفتات ورفاه اجتماعي ومدارس من الطراز الرفيع، لك ليش لا يحزن؟ فهون ببلشوا يكونوا خايفين انه في شيء بالبيت. هاي البنت نفسها شو بتقلي؟ بتقلي والله بعد 15 يوم بتقول لهم بالمدرسه كل شيء، قالت لي بقيت كل شيء، بقيت شو عم تعملوا معي امي، شو عم يعمل معي ابي، شو عم يعمل معي اخواتي، حكيت كل شيء، قام اخذوها وحطوها بدار بديله. لما حكيت انا مع المسؤوله بالسوسيال، تواصلت انا وياها. فقلت لها انه هاي البنت بدها ترجع عند اهلها، خلصوها يعني، عم شو بتقلي يا حزره؟ بتقولي هي اول مره بتقول بدها ترجع عند اهلها. أول مرة بتقول إنه بدها ترجع عند أهلها. فنحن بحاجة نعرف شو اللي غير رأيه، نحن بحاجة نفهم شو صاير معه. عرفت؟ بدي أرجع لك لهذا الموضوع كتير مهم بحازم. أنت كصحفي متابع لهالموضوع هذا، يعني ما بتشوف تعاطي الإعلام من خلال رصدك تعاطي الإعلام خلينا نقول العربي بهذا الموضوع قد يضر بالمهاجرين في 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 السويد بردات فعل من الحكومة السويدية؟ هذا شيء شفناه مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إنه هي صعبت إنه يرجع الأولاد لأهلهم إذا في حال تم سحبه. يعني هذا كان رد فعل على على هاي الحملة التشويه والكراهية اللي تعرضت للمؤسسات السويدية. نحن اليوم أنت اليوم مستضيف محامي يعمل في شركة محاماة، أنا صحفي أدرس القانون الهجرة والاندماج هون موجود، فأنا بعرف وعايش وإيهاب بيعرف وعايش بالبلد من كذا سنة، فنحن بنعرف البلد كيف بتمشي، كيف القوانين سارية، على مين تطبق وكيف يتم النقد ضدها. يعني فاليوم إذا أنا بدي أخذ المعلومات من شخص يقيم في الشرق الأوسط أو هو مؤثر أو يتبع لأجندة دينية أو سياسية وقول عنه هو الصادق وإيهاب وحازم الكاذب، فمعناته عنا مشكلة. نحن اليوم هون عنا مشكلة حقيقية، كيف أنا ممكن أخذ المعلومات اللي صايرة بالسويد من شيخ جامع يقيم باسطنبول من أكثر من 10 سنين؟ كيف ممكن أنا أخذ المعلومات عن السلطات السويدية ومؤسساتها من داعي أردني موجود اليوم بالأردن بحياته ما داس السويد؟ هاي هي المشكلة اليوم، أنه نحن اليوم عم يتم التجارة بهذا الموضوع واللعب بالعاطفي والديني عم يكون معلش. شو السبب برأيك من خلال متابعتك كصحفي ومهتم بهذا الموضوع وكان لك اهتمامات وأتوقع أنت وإيهاب حتى تعرضتوا لهجوم بسبب أراكم؟ اليوم في مشكلة حقيقية اليوم، أنه الناس بتحب الدين، بتحب رجال الدين، وهذا الشيء واضح اليوم شفناه بالثورة السورية، بثورات الربيع العربي، لاحقا اليوم شفناه بهاي المشكلة الأخيرة اللي صارت عنا. الناس تصدق المشايخ للأسف ولو كان الشيخ على غلط، هني ما بيعتقدوا إنه الشيخ على غلط يعني ببساطة. لا مكان للمنطق ولا للعقل. نحن اليوم أنا بالنسبة لي خليني أحكي عن حالي، تعرضت لعشرات المسبات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأنه قلت بما يعني اللي عم بيصير بالسويد بشكل حرفي. هذا الناس اليوم قعدت وتتهجمت على حدا مثل حازم لأنه بس عم يحكي بمنطق، عم يحكي بالعقل. اليوم أنا إذا بدي أقول إنه السلطات السويدية أو السوسيال ما بيتدخل بدون سبب، بيكون أنا عم أقول الحقيقة، ما عم أقول إنه في شيء ممنهج
يستهدف أطفال العرب وأطفال المسلمين، وأطلع سب على السويد وشيطن مؤسساتها الحكومية، مع أن السويد هي من البلدان التي قدمت ولا زالت تقدم للسوريين ولعائلات السوريين الموجودين هون، وليقدر عددهم بالآلاف. فما فينا نحن اليوم نظلم السويد ونقول عم تسرق أطفال المسلمين ونصفق لهذا الموضوع. لا، أنا من واجبي شفت اليوم أنه أحكي عن هذا الموضوع ودافع عنه. اليوم في شيء كتير مهم كمان، أنه الناس اللي عم تتعاطف وتسب السويد، نحن بعد 6 شهور يا جماعة عنا انتخابات، وهذا الشيء ما حدا عم ينتبه له أبداً، لا المؤثرين على السوشيال ميديا ولا المتعاطفين مع الأهالي ولا اللي عم يروجوا لحقائق ما أنا موجودة. نحن بعد 6 شهور صخر في عنا انتخابات، وفي خوف حقيقي اليوم للسوريين ولا المقيمين هون اللي لسه ما حصلوا على جنسيات من فوز التحالف الأزرق اللي هو اليمين الوسط واليمين هو المتحدث. هذا اللي كنا بدنا نحكي عليه، استغلال كثير، تم استغلال سيء من قبل المتطرفين أو خلينا، وهذا الشيء عم يستخدمه اليمين اليوم بالبروباغاندا. اسمح لي صخر، اسمح لي حازم، أسف لو قاطعتك، بدي خالفك بس بالجزئية. أنت قلت في حدا ما حدا منتبه له، لا، أنا برأيي الإسلاميين منتبهين له منيح. الإسلاميين من مصلحتهم ضمن البروباغاندا اللي عم يعملوها إنه اليمين يحكم، هن بدهم اليمين يحكم. السبب لهالموضوع هذا ليش بده؟ لأنه بياخذوا شرعيتهم من اليمين. يعني واحد مثل أسامة بن لادن لازم يكون في واحد مثل جورج بوش. يعني هدول الاثنين هن بياخذوا شرعيتهم من بعض. يعني لو ما في بن لادن شلون جورج بوش ممكن يقول يتجرأ بدولة علمانية؟ يعني انت ترى ان هذا الامر متعمد؟ ترى هذا انا بشوف انه الاسلاميين، التنظيم العالمي للاسلاميين عم يشتغل مش بس على السويد، عم يشتغل على، لانه انا صار معي موقف صخر، انتوا اعلاميين، انت وحازم علموني يا اخي، انا صار معي مقابله على قناه متمنين، تمام، وانا واقف هيك قدام قدام سكايب مثل ما انا واقف معكم، بتسمع على تقرير عن المانيا، حرفيا ان المانيا بتمشي للشوارع بتاخذ اولاد المسلمين كانهم كلاب، هيك عم بيقولوا التقرير. فانا انصدمت لما خلص التقرير، قلت لهم خلينا نبلش من التقرير، هذا التقرير سمي، وهذا التقرير يعني بيقوم بيصرخ علي المذيع وبيقول لي انت تتهمنا، وانتهت المقابله. هذه البروباغندا التي يقودها تيارات اسلاميه، انت شوف البيان اللي طلعوه. انا حاولت على فكره للامانه، حاولت اتصل ببعض أئمة المساجد موجودين في السويد، رفضوا يطلعوا. ما بيطلعوا، بيرفضوا، شيء طبيعي. علما أنه أنا بعرف أنه يمكن 3 تم القضاء بتسفيرهم يمكن، أو هدول واحد يعني مثلا يا أخي والله الموضوع خطير. هاي جزئية بالتحديد صخر، أنا حابب نوه له سبب كره الإسلاميين للسلطات السويدية، كان له أسباب، أنا هذا حابب نوه له لاحقا إذا زاد عندك وقت. زاد، بس بدي أحكي، يسألوا لإيهاب. أنا بس في شغلة، أحد أهم قادة البروباغندا ضد السويد يمكن شافوا حازم، هو الشاب اللي بيطلع بيقول أنا صار لي 30 سنة بالسويد وأنا مدرب كرة قدم وأنا 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 وأنا، شفتوا هذا حازم الشاب؟ هذا ابنه لأبو رعد اللي تسفر على تركيا. يعني هدول معروفين مين اللي عم بيخوضوا هذا التيار. فوت على جروباتهم، أنا بعتت لحازم من يومين قال كتاب حاطينه على أحد هات الجروبات، قال كيف تعادي السويد الإسلام، أقسم بالله شيء مريع. يعني هذا، هاي البروباغندا اللي كنا عم نحكيها، أو حقيقة بدنا نشوف ليش عم تنحكى. علما أني أنا مثل ما قلت لك حاولت أتواصل مع ناس أهمة مساجد. حازم عنده معلومات عن هذا الموضوع، يا ريت حازم تحكي له شو عملت السويد وليش مهم. بدي أرجع قبل، بس قبل إيهاب، هون في شغل كثير مهم هون. يعني مثلا في عندك عائلة مؤلف من 4 أو 5 أطفال، هؤلاء الأطفال عند سحبهم أكيد بيسحبوا كافة الأطفال أحياناً من العائلة. هاي الأطفال لما بتتوزع ما بين العائلات، يعني هون أواصر النسيج ما بين العائلات، ما بين الأخوة، هذا الموضوع خطير جداً نوعاً ما. ألا ترى خطير كثير، خطير ويحتاج إلى إصلاح. صحيح، خطير. أنا محقين في إيهاب إنه الناس اللي عم يعترضوا على هذا الموضوع معهم حق طبعا. بس بدي اقول لك شغله، لو كانت القضيه هاي الناس الموجوده امام البرلمان فقط، كنا انا وحازم واقفين معهم. احنا
نحن عندنا تحفظات كثير على البنيه التحتيه للسوسيال، فانا مشكله بالنسبه لنا. نحن مش والله موظفين هيك طالعين ناطين باسمه. وانتقادك لهي المؤسسات يكفل القانون. هذا الشيء نحن عم نحاول نقوله يا عمي، بس عم نغني بالطحون يعني، حوار طرشان. نحن من اول الازمه عمالنا من جهة السوسيال، نحن نؤمن ونعتقد بأن هذه البنية التحتية تبع السوسيال مهترئة، ضعيفة، تحتاج إلى تنمية، وبسبب هذا الضعف عمال يتم انتهاك بحق الأطفال. يعني مبارح، أول مبارح SBT تلفزيون سويدي ناشر تقرير عن واحد من أسر البديلة صار له 18 سنة يغتصب أطفال. 18 سنة المطالبات، لو المطالبات انتقلت من هالبروباغندا الى مطالبات بالاصلاح، باصلاح نظام السوسيال تماما، هذا اللي نحن عمال نقوله. المشكله وين صخر؟ المشكله ان هؤلاء الناس بداوا بالمطالبات بشعور انهم اغراب، مع انه جزء كبير منهم مع الجنسيه السويديه. هذول لو بداوا بالمطالبات على انهم مواطنين يمكن كان تغير كثير، كان قدروا يجذبوا على الاقل. طيب ماشي الحال، يعني السويد 9 مليون إنسان، معقولة ما قدروا يجذبوا واحد من السويديين يكون معهم بالمظاهرة؟ ما بيقدروا يجذبوا، لأنه هن دخلوا إلى هذا النشاط، إلى هذه العملية، إلى هذه الحملة بعقلية الغريب، بعقلية نحن أجانب، مش بعقلية واللعب على مظلومية غير موجودة أيضا. تماما، عقلية مظلومية، نحن الآخر الغريب اللي عمال يتم خطف أطفالنا. طب خطف أطفالكم شو؟ في واحد قال والله انا اخذ بنتي لانه قال ما بحط صليب. في هذا كل واحد بعيش على السويد بالسويد بيعرف انه هذا كذاب. في سؤال ينسجم مع هذا الكلام اللي حكيته. طيب في سؤال بيقول انه مين اللي بيخول السوسيال يسحب الاطفال؟ شو هي السلطه اللي بتخول السوسيال تسحب الاطفال؟ هلا السؤال ما فهمته منيح، بس هم بيسحبوا. بس اللي شغله بتخول السوسيال لسحب الاطفال. هلا السلطة هي القانون، القانون خول البلديات الرعاية. القانون في شيء اسمه سوسيال نم. سوسيال نم هي اللجنة الاجتماعية الممثلة للبلدية. مين بيعين اللجنة السوسيال نم؟ السوسيال نم صخر هي من الأحزاب التي بالموجودة في البلدية، يعني هي لجنة سياسية مشكلة من الأحزاب. وهي اللجنة اجت من انتخابات اكيد يعني. وهي اللجنة اجت من انتخابات، فالسلطة هي سلطة الشعب، يعني سلطة الشارع هي اللي أعطته، مو الشعب هو مصدر السلطات. يعني هون يعني في بعض التعليقات، بدي افتح المشاركات شوي، بس بعض التعليقات للي حابب يطلع من الحضور بس يرفع ايده. في هون عم بيقول يعني في منهل عم بيقول احدى المقيمات معها جنسية من اصل عربي، قالت انه من قبل السويد لو شافوا ولد صغير وقع بالمدرسة وبكي بيسألوا مباشرة انه ابوك وامك ضربوك، يعني كأنه عم يعملوا عملية توجيه للطفل أو للولد بأنه أهله ضربوا. يعني في خالد عم بيقول أكثر المهاجرين ينظر إلى ابنه أنه راتب شهري لا أكثر، من وحي الواقع أتكلم. يعني خليني جاوب لك على شيء أنا كتير مهم، يعني ممكن جاوب على هيك سؤال صخر حازم. يعني بها الحالة هي ممكن أنه الاعتراضات لما السوسيال عم يأخذ الأبناء وبالتالي عم يفقد مصدر دخل مثلا العائلة. أكيد مو هيك، أكيد مو هيك. اليوم الأحزاب المعارضة والحاكمي متفقين على أن هناك فشل حقيقي في سياسة الاندماج التي اتبعت مؤخرا، خصوصا بعد 2014 ل2016 بهجمة اللاجئين اللي اجت لهون. هذا فشل الاندماج خلى يعيش اللاجئ بفجوة، أنه في هون دولة قانون ومؤسسات ولاجئ لا يفقه شيء عنه. هذا هون سبب سياسة الفشل، أنه الدولة ما عرفت كيف تدمج هذا اللاجئ وتعرفه على القوانين بالطريقة الصحيحة. واللي هي هذا الفشل كمان سبب خوف وردة فعل عند اللاجئين، عم بيكون انه الناس عم بتخاف من السلطات السويدية، عم بتخاف من السوسيال، عم بيتم عدم ثقة بين الطرفين. هلا اليوم اذا الطفل وقع بالمدرسة اكيد السوسيال ما راح يجي يقول له ابوك دفشه، لا مو هيك القصة. يعني السوسيال لما عم يجي تقرير قلق، قلت لك ببداية حديثي انه عم بيتم فتح تحقيق، التحقيق عم بيكون مع الجيران، مع المدارس، مع الوالدين الاثنين ومع الطفل، وعلى أساسه بيتم التقييم. اليوم أنا عندي أكثر من حالي بعرفها، وإيهاب بيعرف أنه انفتح بحقهم سوسيال بس ما انسحب منهم أطفالهم.
ممكن يكون هذا تقرير القلق مبالغ فيه، ممكن يكون مبني على كذب، ممكن يكون اثنين عم يتطلقوا مع بعضهم، واحد حب يجاكر الثاني عم عمل هيك شيء. صار كثير هاي عمليات النكاية يعني بتصير. طبعا طبعا بيصير منعكفات بين احد الطرفين. تعبنا على كيفك كثير تقارير. طبعا هذا الشيء بيصير انه اثنين متخانقين مع بعضهم فبيفششوا بالاولاد او بيستخدموا الاولاد ضد بعضهم. يعني فهذا الشيء ما بيعني ابدا انه السوسيال. اللي بدي اقوله انا انه هل السوسيال يتدخل بدون ما يحقق وبيسحب وبعد منا وضع بصدق حدا؟ لا، القصه مو هيك ابدا. يحدث مشاكل ويحدث هفوات في قانون السوسيال ويحتاج الى اصلاح، وهذا اللي عم نحكيه نحن من اكثر من شهر، انه هناك مشاكل حقيقيه تحتاج الى اصلاح، لكن تحتاج الى اشخاص صح وشعارات صح ومطالب صحيحة تكون، مو ارفع راية إسلامية أنا أو حط علم النازية على علم السويد ويجي أقول العب على مظلومية أنا ما بعرف إذا كانت موجودة أو لا وقل لهم تعوا يعني. بس كمان حازم بدي أقطعكم وبدي أحكي شغلة إذا ما بحكيها أنا برفع، يعني أنا إذا ما بحكيها لا ما يعني بس هو في السؤال يعني أين الجمعيات الإسلامية اللي منظمة هون وعم تاخذ مساعدات يعني من الدولة؟ حازم ما بدنا نقل مطالب هاي الناس المحطه يا صخر. اليوم عم نسلم قضيتنا لراتب النابلسي ولعبد الله الشريف ولاحمد القنيبي يعملوا بيانات من خارج الحدود ويوقعوا على بيانات تضر باللاجئ السوري وتضر باللاجئ العربي والمسلم. للاسف هون ما بدنا نبين انه نحن انه هون كانه انا كنت اتمنى انه احدهم يعني بيجي يحضر، بس حقيقه تواصلت مع كذا واحد. يوجد عشرات الجمعيات الثقافيه العربيه والاسلاميه صخر تاخذ مساعدات من الحكومه ولا عمل لها سوى انه تنظم امور الجامع. هذه الجمعيات تحتاج بالفعل، الجاليه تحتاجها، العرب والمسلمين يحتاجونها، يجب عليهم ان يتحركوا. ما معقول هيك يقعدوا ينظموا امور الجامع واليوم ايمت بدنا نصوم برمضان وايمت بدنا نفطر بالعيد. هاي الجمعيات المفروض يكون لها دور اكثر من نقض الوضوء واكثر من فتاوي ايمت نصوم نحن برمضان وايمت نفطر بالعيد. هاي الجمعيات تحتاج لتكون جسر وصلت وصل بين هذه الجالية وبين هذه السلطات. يعني هوري على الدبس على الزوم على الدبس على الزوم بس بدي اقول شغله صخر. طيب تفضل. بس بدي أقول بدي أقرأ ما كتبه مضر على الزوم. أخي صخر، صار لي خمس سنين بعمل بمدرسة بالسويد وبابع السوسيال موجود، لكن الواقع مختلف تماما عن حملة الكراهية والمظاهرات. للأسف هو مضر مدرس هون. أيضا في بسام قال أعتقد هذا تعليق سابق عن موضوع أنه الأهالي لازم يمهدوا للبنت، وأقصد أنه هو يطلب أنه الأهالي لازم يمهدوا للبنت قبل ما تبلغ هذا موضوع الحجاب. بيقصد موضوع الحجاب تماما. تمام تفضل إيهاب مشان ما تنجلط. قلت لي بدك لا لا يعني ما شاء الله أنت بتقعد مع يعني بتقعد مع جماعتنا بتلاقيهم ما يعني ما بيقول الكل بس جزء مهم من شبابنا بارع بمعرفة كيفية الاحتيال على السيستم والحصول على المساعدة، ولكن ما بيعرف قانون صحب الله ولا ما بس ما بيعرف انه بصير يضرب ابنه. بده اندماج، بده يفوت كليه 3 سنين ليعرف انه بصير يضرب ابنه. بس اما يروح يعمل حاله مطلق هو ومرته مشان ياخذ دبل مساعدات، هي بيعرفها. يروح يسوي عقد طلاق مشان انت تعرف نحن في عندنا زواج شرعي. انت تعرف في عندنا زواج شرعي، هذا الاساس. الزواج القانوني ما له كثير بهم الناس. صحيح. فبيروحوا بيطلقوا حالهم ببدايه الضرائب وبيعملوا حالهم مطلقين، وبالتالي الام بتصير ام عازبه والاولاد معها، وبالتالي كل واحد بياخذ مساعدات. كل واحد بياخذ مساعدات، هو بياخذ بيت ومساعدات. لا هاي حالات قليله ايهاب، ما فيك تعممها على كل الجانب. لا بس انا شو اللي بدي اقوله، بدي اقوله انه طيب هي بيعرفوها، هي اذا مسكت اي مهاجر بيعرفها سواء بطبقها ولا ما بطبقها، بيعرف انه اذا انت عملت هيك تستفيد. وبيعرف كمان انه هو بامكانه يرفع دخله ويشفط قرض يطرق مشوار يروح على تركيا يصرفه او يشتري بيت فيه بالشارع. يعني بدك تقوله انه بقصص الاندماج في بعض الشغلات اللي بفيدهم بيعرفوها. انا برايي وبيعرف انه معلش نحكي 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 بصراحه، وبيعرف يجي تهريب من اليونان للشام هو للسويد هو ما بعرف يحكي الانجليزي، كل هدول بيعرفوهم. طيب انت ليش ما تعبت حالك شوي
ليش ما تعبت على حالك شوي وعرفت باقي القوانين؟ بعدين يا اخي والله العظيم منشور كل شيء على الانترنت، منشور كل شيء كل شيء. حتى السلطات السويديه عندها باكثر من لغه بمواقع الرسميه يعني. بالعربي هلا نشروا لهم بالعربي، بعدين في شغله بدي اقولها. من يستهدف المسلمين واطفالهم. تمام؟ طيب يا صخر بيعلمهم لغه الام، اللغه الام حق تعلم لجميع الاطفال في السويد. بيعطون فلوس بالجوامع مشان يعلموا الناس دينها. لك بيعملوا لهم مدارس اسلاميه، طلعت فضيحه تذكرتها حزم ثلاث اربع شهور، كتبتها من يومين، كتبتها مدرسه اسلاميه 18 مليون كرون، مليون 800 الف يورو الاخ عم ياخذهم يروح على الرصيون عفوا بتايلاند. طب شو دخل هذا الموضوع بموضوع الاطفال او بموضوع لانه اللي بيقول انه السويد عم تستهدف اطفال المسلمين، السويد عم تدفع فلوس ليحافظوا المسلمين على ثقافتهم، هذا اللي احنا عم نقوله. صحيح. طيب ليش 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 على سبيل المثال يعني من شوي حكيتوا انتم عن تقصير السوسيال او حتى خلينا نقول عن بعض الثغرات بالسوسيال. طيب في هناك ثقافات قادمه، ثقافات من الشرق الاوسط، يعني على سبيل المثال انا قرات بقصه انه احدى الامهات قيل لها لا تضربي ابنك بياخذوا منك، فقالت ما في مشكله عندي خمسه غيره، وبالتالي هون اخذ عليها انه السوسيال انه غير مهتمه بالاطفال، وصارت قضيه حقيقه لهذا الموضوع. طيب هون يعني عندي خمسه غيره، هذا يقال بشكل طبيعي بشكل عادي. طيب هون السوسيال عنده تقصير بفهم ثقافات المهاجرين بالنهايه هؤلاء. هذا الموضوع صخر عم بيكون في سوء تفاهم دائما بالتحقيقات اللي عم بتصير، انه عم بيصير سوء تفاهم باستخدام المصطلحات وباستخدام الطريقه اللي عم يتم حكي فيها قدام الـ 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 المسؤول او اللي المسؤول عن التحقيق. اليوم نحن انا شفت اكثر من حالي المترجم من يلام، المترجم من يلام على سحب الاطفال. انا في حالي عندي يوم ما في يحكي المترجم، ما في يحكي المترجم عليه وظيفته الترجمه ما له علاقه تماما. فاليوم نحن عندنا بلغتنا انه والله لا اذبحك، والله لا نتفك، والله لا اقص راسك. هاي الكلمات كلها المترجم عم ينقلها بشكل حرفي للمسؤول. انت تخيل حالك سويدي اليوم عم تسمع هيك جمل، شو ممكن؟ هذا القصد يعني هون في 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 تقصير اتوقع من السوسيال بهذا الموضوع انتم قلتوا لاحقا. طيب شو ممكن في اتخذ خطوات حقيقه؟ الخطوات القانونيه اللي لازم واحد ياخذها انه يتبعها بشكل قانوني. ليش موجود المحامي اليوم؟ المشكله ما عم بفهم انه واحد وعال بمشكله ومعتمد على حاله، على ابو عبده وابو سطيف وابو محمد هو اللي يعلمه، ليش ما بيروح عند محامي؟ ليش ما بيروح عند مسؤول يحكي بلغته الام ويفهموا شو لازم يعمل بالخطوات، شو لازم يحكي بالتحقيق، شو لازم يعمل بالمستقبل؟ هاي الشغلات اللي اليوم نحن عم نفتقدها بين الجالية العربية والمسلمية، وما عم يعرفوا شو يعملوا. اليوم انت بتعرف شخص إيهاب انه انسحبوا اطفاله الاربعة، وواحد منهم هدول الاطفال هو جنين من بطن امه اخذوه وراحوا، كم محامي مغير هذا الشخص؟ ماشي. هذا الموضوع في سوي او في انسان عاقل بغير 12 محامي بفتره التحقيق تبعه؟ انا بقول لك ليش مغير المحاميين، لانه ابو عبده قال له انه المحامي هاد عنصري او صحيح. فلان ما بيفهم. طيب. او ابو محمد قال له دير بالك عم يعملوا هيك لحتى ياخذوا لك الاولاد، ما بعرف شو ابو عبده، فكان ضحيه لابو عبده لابو محمد ابو عبده صديقه ما هيك ابو عبده؟ طبعا طبعا ابو عبده عم اقوله انا باسم ابو عبده انه هو بمانه مانو بروفيشنال لحتى يعطي نصائح. يرجع على إيهاب بس خليني أخذ بسام. بسام تفضل، أنت طلبت مداخلة معنا بسام يوسف، وأنت كتبت مقال أيضا بنفس الموضوع، تفضل بسام. يسعد مساك صديقي، وتحية لحازم ولإيهاب الأصدقاء. هلا أنا حقيقة بس حابب يعني إنه يعني التفاصيل الصغيرة والحوادث الصغيرة هي يعني بتاخذ وقت كتير، وأنا برأيي يعني أحيانا بتشوه الصورة. الموضوع الأساسي خيو، في سؤال أساسي لازم نسأله أي واحد كان يعني كان داخل السويد أو خارج السويد، شو هدف السويد إنها تأخذ أطفال؟ شو مصلحتها؟ شو هدفها؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا لازم نسأله كمان إحنا، لأن الناس اللي عم بيتاجروا هالموضوع شو هدفهم؟ بس نشوف الأهداف ورا كل طرف فينا نفهم المعادلة بشكل كبير. حكمني شوي إيهاب، بجوز أنت بسام ما كنت موجود. لا تابعت الموضوع من أول صديقي. أنا عم بحكي إنه لازم نركز على هدول النقطتين أساسيتين، لأنه حقيقة أنا برأيي الموضوع إذا بتتاخده خارج الاتجار فيه هو موضوع عادي جدا، هو موضوع عادي جدا. كل هالضجة هاي مشان الاتجار فيه، وشو هدف كل طرف من الاتجار فيه؟ أنا رأيي هذا صلب الموضوع. كتاب
يتم المتاجرة فيه؟ يعني من كيف يعني عم يتاجروا فيه؟ يعني الإسلاميين ليش عم يتاجروا فيه اليوم؟ مو بس الإسلاميين، الإسلاميين اللي عم يتاجروا فيه. حازم سؤالي لبسام بس لأنه أنت حكيت بس إنه قصدي صديقي، قصدي قول إنه في جهتين سياسيتين عم بتتاجر فيه. اليمين السويدي عم بتاجر فيه وكتير مادي دسمي لليمين السويدي، والإسلاميين مو الإسلاميين يعني إلا أصحاب القسم منهم عم بتاجروا فيه لأهداف واضحة تماما. يعني دائما عم ينقال إسلاميين يا جماعة، يعني هون الموضوع أعتقد فيه شوي من التعميم. شو المقصود بالإسلاميين هون؟ وما الموضوع ما كان متوجه لهم، ما تقصد الإسلاميين هون؟ رح أوضح لك، رح أوضح لك صديقي. هلا أنا لما بقول هون، هلا بدي أقول هدول الناس اللي هن عم بيستغلوا طابع الإسلامي لبعض الجالي بالسويد، عم بيستغلوا انتماء الديني ليحققوا هن مكاسب مادية، وهن أنا برأيي هن عم بيبازوا بهذا الموضوع. هلا فينا كتير، إذا أنا بدي أحكي لك أنت وصديقي هاب وصديق حازم، في شخص كان يشتغل هو مصري، عمل كتاب بجامعة أوبسالا حكى فيه عن تنظيمات الإسلامية داخل المجتمع السويدي. بالضبط هذا الكتاب كتير مهم لتفهم أنا برأيي كيف آليات عمل هاي التنظيمات أو هاي المنظمات أو هاي الجمعيات داخل المجتمع السويدي، وكيف هي عم تعتاج على اللعب على القانون السويدي وعلى المتاجرة بالمسلمين الموجودين بالسويد، بالجانبي المسلمين داخل السويد. هذا الموضوع برأيي أهم، لأنه نحن لو نفهم الحقيقة مقابل أطفال اللي سحبوه اللي بيحكوا عنهم بالسوسيات بالسحب، في عنا عشرات آلاف الأطفال اللي عايشين بوضع ممتاز، في عنا عشرات آلاف العائلات اللي عايش بوضع كتير رائع، اللي وصلت على السويد وعاشت بيبي، ما دول ليش منسيين؟ يعني إذا 2-3% مثلا متأزيين من السوسيات، ليش 97% من العائلات اللي عايشة مستقرة واللي عايشة بظروف ما بتحلم فيها هي منسية؟ ليش ما بنحكى عنها؟ يعني هون حقيقة في سؤال تقريبا نفس الكلام تبعك بسام، انه سؤال بسام ايضا اسمه عم بيقول سؤال مهم خطر لي، اذا تم ترحيل الاهل من السويد سواء لمناطق النظام او اي منطقة اخرى او مناطق النزاع، شو مصير الاطفال؟ عم سألني إيهاب ولا عم سألني شباب؟ أنا إيهاب هون، إيهاب لأني بدي أرجع. السويد ما بترحل حدا يا جماعة الخير، السويد بس بيلكوا شغلة، ما في أي قانون للترحيل يعني. يعني السويد بلد على أعلى درجات الاحترام، يعني هدول المشايخ الخمسة، وعلى الرغم من إنه المخابرات السويدية عندها ملفات عليهم هلأ إنه داعش وداعمين لداعش وخطر على السويد، بألف زور لسفرتهم، ومو كلهم واحد بألف زور قبل هو اللي رضي، هو مل وقال لهم خلاص انا خلوني اروح تركيا، هو يعني يروح، يعني هدول الخمسه اللي قاعدين معلش السفر هدول عم بيحاربوا على السويد ليل مع نهار ومتحمشين بالسويد هيك. طب هو هذا هو السؤال، يعني كيف هن ضد السويد؟ وفعلا المخابرات تاخذهم على المطار، المحامين تبعهم بالسعر الغالي والرخيص يا صخر، المخابرات تاخذهم على المطار، المخابرات تاخذهم على المطار، والمحامين تبعهم يجيبون المحتفظين يطالبون. يعني هاي السويد، هذا البلد الجميل، هذا البلد الناعم، هذا البلد اللي بيقدم للناس الطفل، لك مش قمه السورياليه طالعوا اطفال بقتله بردانين حفاظ قال عم يطامنوا مع اطفال مسلمين بالسويد، يعني قمه السورياليه. ما يتعلق بالاسلاميين، انا رح اقول لك من الاسلام لما بيطلع بيان، اول موقع عليه راتب النابلسي وبوقع عليه زعامات الشنقيطي، زعامات الإخوان. إمتى طلع؟ من أربعة أيام طلع بيان الحشا السامعين اللي بيعملوه على حالهم هذول المشايخ، قالوا للسويد شو تعمل؟ لك عم بيطالبوا السويد تعمل قوانين فصل عنصري، لك بدون قوانين للمسلمين خاصة بالسويد. طيب في السويد صار مسلمين، من حقهم يصير في قوانين؟ لا ما من حقه، لا ما من حقه، ما من حقك يا أخي، ما من حقه. انت ببلادك لحظة حزن، انت ببلادك صار لك 7000 سنة ما بتسمح للمسيحية تتزوج، للمسلمة تتزوج مسيحي، جاي تقول لي انت بالحق يكون عندك قوانينك الخاصة؟ شو قوانينك الخاصة؟ قوانينك الخاصة التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقوانينك اللي بتخالف الإعلان العالمي لحقوق الطفل، وقوانينك اللي بدها تميز بين الرجل والمرأة، وبتخالف الدستور السويدي. ما حدا رح يسمح لك يا حبيبي، مين بده يسمح لك؟
بده يسمح لك تعمل انت تعدد. لا انا اقصد انه من حقهم على الاقل يعني حقهم معتقداتهم، لا يخرج حقهم معتقداتهم. طيب معلش احكي انا اذا سمحتوا اهم ما اجى يا صخر، اهم ما جاء بالبيان اللي نشروه هدول الشخصيات الاخوانيه هو انه وقف تدخل السوسيال فيما تعلمه الأسر لأبنائها من قيم ودين وأخلاق. هلأ شو هي الدين والقيم والأخلاق اللي تتعارض مع القانون السويدي؟ أنا ما عم أفهم. القانون السويدي يتعارض معه فقط الضرب والعنف الجسدي والنفسي. إذا بدك تعلمه القيم والدين والأخلاق بالضرب، شو ما بعرف شو ممكن واحد يعمل. هاي نقطة. النقطة الثانية، تطالب الجالية المسلمة وقف ضرب النساء والأطفال حتى لا تكون هناك ذريعة لتدخل خارجي. هذا بيان خرج واحد يوقع عليه 150 شخص معرفين عن حاله قراب العلوم الإنسانية. وقف ضرب النساء والأطفال مش لأنه ما لازم تضربون، ممكن تأثروا بالبروباغندا اللي طلعت حقيقة. ولكن مصيبي هذا البيان، مصيبي أنت عم بتطالب ببيان. هني بيطلعوا البروباغندا، ممكن تأثروا بالبروباغندا. وطبعا هني بيطلعوا البروباغندا. هون أوقعوا الناس في حرج أعتقد هذا البيان، يعني ما أتوقع لازم المفروض بيان تافه وفارغ ولا تدخل. أنا بس بدي نوه لشغلة بعدين أرجع لإيهاب بسؤال عن المبلغ اللي بتقاضوه هو كمحامي. حقيقة تواصلنا مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وكان في رد يعني دبلوماسي من مكتب الوزيرة، قالت نحن لا علاقة لنا بهذا الموضوع، هذا الموضوع كل بلدية أو كل مسؤول يعني خلينا نقول رئيس بلدية هي مسؤولة عن هذا الموضوع وبإمكانهم الاعتراض. وكان مبين بشكل يعني غير ملموس يعني، ولكن ممكن تقرأه، كان كلام حمال أوجه أنه هم يأسفون لهي البروباغندا اللي عم بتوصل الموضوع بطريقة خاطئة خلينا نقول، أو بطريقة يعني مغرضة، خاصة موضوع شخص في تفاجأت أنا بسام كتب عنه، بسام يوسف كتب عنه أنه بعد 3 سنوات ظهر فجأة، تلقفت وسائل الإعلام بدون التحقق. إيهاب بدي يعني هون أنا تفاجأت أنه في أحد الأشخاص قال ونشر أنه ممكن يكون في خلف سحب الأطفال بزنس، مشروع بزنس، يعني عم تحكي كتب 40,000 كرونة عن كل طفل يستلم شهريا. ما دقة هذا الموضوع يا أخي؟ عم تحكي عن 4,000 دولار بالشهر، يعني هي تعتبر راتب يعني. شوف لك شغلة، مثال ما كثير. أنا كان عندي، أنا والله صورتها ويمكن موجود بهذا الجوال، إذا موجود بهذا الجوال رح أعمل لها سكرين شوت. طب لا إيه لجاوب ولا صخر، بس لبين ما تلاقيها صخر. اليوم الطفل اللي عم ينسحب من أهله وينحط عند عائلة بديلة عم يكلف 46,000 كرون، بس العائلة البديلة مو اللي بتاخدها. نحن اليوم عنا مؤسسات السوسيال فيها 29,700 موظف، هدول الموظفين يدخلوا ضمن هاي الميزانية. المؤسسات اللي موجودة عندها مباني وعندها مصاريف. 40,000 فعلا عم بكلف بس العائلة البديلة. أنا بعطيك إياها. أنا مصور عقد لعائلة بديلة، تمام؟ بس للأسف جوالي الثاني العقد، أو هو موجود هون، ممكن أنا أعمل له يعني هذا إذا ما لا هي ما في مشكلة. إحنا بس بدنا رح أقول لك قديش بتدفع السوسيال إذا الطفل تحت سن 13، يعني من 0 ل 12. من 0 ل 12 السوسيالي بيدفع تقريبا 12,000 كرون للأسرة قبل الضريبة. حد أقصى طبعا. في حد أقصى كمان يعني بعد الضريبة بيصفى للعيلة 8,500 كرون، يعني 800 يورو، تمام؟ وإذا الطفل فوق 13 بتدفع السوسيال تقريبا 8,500 كرون قبل الضريبة، يعني العائلة بيصفى لها 5,300 كرون. هلا بلس بتدفع الدولة 3,800 كرون، هدول مصاريف للطفل، أكله شربه أتيابه أحذيته إلى آخره، هدول مشان يتم ينصرف على الطفل. فمعلم أنت يعني مو رزقة تجيب طفل يوعي لك طول النهار والليل وتاخذ عليه 7,800 يورو بالشهر. يعني انا هلا اذا جبت لك طفل اعطيتك له، قلت لك خذ 800 يورو حبيبي وربي لي اياه، بتاخذه؟
ماني معني بالجواب. هلا في ناس كانوا عم تسترزق، في ناس كانوا عم تسترزق، في ناس بيكون بيتها كبير مثلا بتأمن مأوى مؤقت للمراهقين على سبيل المثال اللي أعمارهم 14 15 إلى آخره، هدول ممكن لأنه بيقدر يقوم باحتياجاته الشخصية، بس أطفال صغار ما في هذا الكلام يعني. طيب بدي انتقل معلش لبسام يوسف، هو كتب مقال عن هذا الموضوع بسام تقريبا يحمل نفس العنوان. بسام أنت تابعت هذا الموضوع، كنت مدافع شرس عن ما بدي أقول السوسيال، ولكن مدافع شرس عن ضد البروباغندا أو الأخبار الزائفة اللي تم نشرها. برأيك أنتم كمهاجرين بسام، بغض النظر عن جنسياتكم، سوري، فلسطيني، لبناني، يمني، شو دوركم؟ كيف ممكن توصلوا لحلول مع السوسيال على الأقل في تفهم الثقافة، في عملية أيضا أنه ما يكون مثل ما حكى إيهاب من شوي، أحيانا الأطفال أو الأولاد عم بيكونوا 4 أو 5 أطفال بيوزعوهم بين مختلف العائلات، ممكن ما يشوفوا بعضهم بالشهر مرة أو بالشهرين أو بالسنة مرة الأطفال. صديقي هلا يعني أول شيء أنا حقيقة يعني بس جملة قصيرة، أول أنا ما عم دافع عن السوسيال، أنا عم دافع عن السويد، لأنه هذا البلد حقيقة لازم أنا قلت أنك كنت ضد للأخبار الزائفة، ضد نعم اللي طلعت. لا لأنه اتهامات كتير جتني أنا أنه أنت عم تدافع عن السوسيال، أنا ما عم دافع عن السوسيال، أنا دافع عن بلد عنده قانون، بلد سيادي، بلد شفاف، بلد فيه حريات، هذا بلدي يعني مثل ما سوريا بلدي هذا بلدي، وبالتالي أنا لازم واجبي دافع عنه إذا كان في كذب عليه، إذا كان في افتراء عليه، هي أولا. ثانيا انا بحمل يعني طبعا اكيد في خلل بمؤسسات، في بيروقراطية بمؤسسات السويد، مؤسسات الدولة، ما بس هذا بالسوسيال، انا برأيي بكل مؤسسات السويد، وهذا له اسباب كثيرة وعلاقة باسترخاء الدولة فترة طويلة من الزمن، باسترخاء المجتمع، بطبيعة المجتمع البارد، يعني مو البارد بالجو، البارد حتى بعلاقاته، هذا سببه. نحن ما عم نستطيع نفهم هاي المعادلة كلاجئين او كمهاجرين او كقادمين جدد لهذا البلد، هي المشكلة المعضلة الأساسية هون. هلأ سؤال كتير مهم، الناس اللي انسجموا مع يعني اللي استطاعوا يتعلموا لغة واللي استطاعوا ينخرطوا بالعمل، أنا برأيي مشاكل مع المجتمع السويدي بحدود الدنيا، بحدود الدنيا تماما، لأنه هن صاروا جزء من هذا المجتمع، مو ضمن ثقافته لا، بس جزء ضمن مكانته الاقتصادية والقانونية، هذا بيخليك كتير أنت تتجاوز هاي المشكلة. إذا بتضل خارج هاي المؤسسة، خارج هاي مؤسسة العمل ومنظومته الاقتصادية كدافع ضرائب، أنا برأيي بيضل في عندك مشكلة بينك وبين القانون وبينك وبين كل أوجه حياتك داخل هذا المجتمع، هاي المعادلة الأساسية. كان لازم أنا برأيي إحنا كلاجئين كان فينا يعني نشتغل بمنحيين، المنحى الأول إنه نسلط الضوء إنه عملية الاندماج هي عملية خاطئة، يعني الإس إف إي هاي التجربة اللي خاضوها أنا برأيي هي تجربة فاشلة، صرفت عليها السويد أموال طائلة لكنها كانت فاشلة، هاي نقطة أولى، وأنا كتبت بهذا الموضوع حتى للسويديين إنه هاي تجربة فاشلة لازم تلاقوا بدائل عنه. النقطة الثانية اللي لازم أيضا نحن نهتم فيها، لازم تلاقوا بسوق العمل آليات لعمل اللاجئين ما كتير متشددين مثل آليات العمل السويديين، يعني هالتشدد بتطبيق قوانين العمل، وهي في أحزاب عم تتصارح حوله، يعني يكون في قانون عمل متساهل إلى حد ما حتى لو بتخفيض الأجور، في مشكلة هون صخر، في أحزاب مثل الليبرالنا ومثل بعض الأحزاب طرحت فكرة، ما عم بسمعك صخر، قصدك البطالة أو عدم العمل هي أحد، نعم نعم كثير مهم أن الناس تفوت بسوق العمل، كثير مهم، لأنه لو دخلوا بسوق العمل أنا برأيي كان كثير مهم هذا الموضوع أنه يخطوا المجتمع أكثر. طرحت بعض الأحزاب السويدية أنه خيو معلش اسمحوا لرب العمل أنه يعطي أجور عمل للاجئين حتى لو كانت أقل شوي من الحد الأدنى للأجور، بعد هون بساعدوهم بأنه ينخرطوا بسوق العمل، رفض القانون لحد الآن ما قرر البرلمان السويدي هذا الموضوع. اسمح لي أستاذ بسام صديقي اسمح لي قاطعك بهالجزئية، أنا كنت بدي أرجع لك إيهاب أنت كمحامي، لا بس بدي دوه لموضوع أنه في بالسويد بمكتب العمل نظامين مهمين جدا اسمهم إنتردخون يوب إنتردكشن جوب بالعربي يعني العمل عمل المقدمة بسموه أو التقديم ما بعرف شو يعني، هذا العمل هذا العقد، بس لو سمحت شوي، هذا العقد بيعطى للأشخاص اللي صلوا ساكنين بالسويد من 0 لـ3 سنين قادمين جدد وقاعدين أكثر من سنة عاطلين عن العمل، تمام؟ تدفع الدولة 80% من راتب هذا الشخص لرب العمل مقابل أنه يشتغل ويفوت بسوق العمل، يعني المهاجرين الجدد
شو عم بيصير؟ معظم المهاجرين الجدد اللي عمال يشتغلوا بيروحوا على هذا السيستم، وبيروح رب العمل اللي هو عادة بيكون عربي ما بيشغلهم إلا إذا أخذوا مساعدة، حتى يمكن أحد الشباب معلق أنه تدفع 100% تدفع له راتبه، تمام؟ اثنين، في إذا هذا الشخص صار له أكثر من 3 سنين بالسويد في شيء اسمه ني ستارت يوب، كمان إذا قعد عن عاطل عن العمل لمدة سنة كمان مكتب العمل بيدفع 80% من راتبه لمدة سنتين قابل للتمديد مقابل إنه يروح يشتغل. بس هلأ إذا هذا الشخص كمان إذا في شخص عنده إعاقة بدنية شو بتعمل الدولة كمان؟ كمان في نظام بيروحوا عند رب العمل بيقولوا له عم يشغل هذا الإنسان ونحن بندفع لك 80-90% من راتبه، مرات 100% من راتبه. إذا السويد فيها هذه الأنظمة اللي حضرتك عم تفضل فيها مشان انخراط الناس بسوق العمل، لكن سوق العمل السويدي هو سوق معقد. يعني انت اذا تشتغل شوفات تاكسي بدك دوره سنتين، تعرف انت صديقي هذا الكلام. طيب يعني الحل يا لا راح اقول لك شو الحل. الحل انا برايي، انا اسف اخي بسام قطعتك، انا برايي من الخطا الخلط بين انك تكون انسان مندمج وانك ما ترتكب جريمه. ضرب الاطفال والزوجات جريمه يا جماعه. يعني انا اذا ما في خطه اندماج بضرب مرتي، بنعز الناس بالسيارات، بتعاطى مخدرات، الجريمة جريمة سواء كنت أنت تخضع لخطة اندماج صحيحة أو لا تخضع لخطة اندماج صحيحة. هذا الشيء اللي أنا محاولة القول الخلط، أخي والله ما نضرب أولادنا وزوجاتنا، محاولة الخلط ونحن خضعنا لنفس خطة الاندماج. يعني على قولة حازم أبو عبده ونحن وأنا كنا بنفس السفي، صح يا أبو عبده؟ مو فتنا على يا حازم، مو فتنا على نفس المدرسة؟ طيب ليش في شخص بيخلص الاس اي بي اللي هي مدرسه اللغه بسرعه وفي ناس لا؟ يا اخي الناس امكانيات على راسي، بس ما بيتبرر له اذا هو بيقعد 5 سنين بمدرسه اللغه، ما بيتبرر له يضرب مرته. هذا اللي عمال نقوله. انا برايي ما في رابط بين الاندماج وبين انه في انسان عم يضرب مرته هذا رايي. طيب شكرا. مضر سعد الدين، انت عم طيب بابا يا عم بتدرس، ما بعرف اذا عندك قدره تحكي، بس على الاقل تعطينا من خلال خبر. وقف. سامعني هيك يا استاذ سفر؟ ايه مرحبا، مساء الخير، كيفكم يا شباب؟ مضار انت مدرس بعتقد. اهلا وسهلا مضار. هلا ايهاب وحازم وسخر، نحن التقينا مع بعض كلياتنا يعني باوقات صحيح. مختلفه. نعم. مدرس بمدرسه ما هيك؟ صحيح. طيب انتوا هون الاطفال لما بيجوا لعندكم كمدرس، يعني خلينا نقول مثل ما قال حازم قلق، انذار قلق، واتمنى مثل قلق بان كيمون يعني، ولكن انه لما بيجيك مؤشر قلق او بلاغ قلق شو بتساووا؟ شو بتشتغلوا بالمدرسه؟ كيف تبلغوا الاهالي؟ كيف تبلغوا السوسيال؟ كيف تبلغوا الشرطه او الجهات المسؤوله؟ هلا المعلم بالسويدي مثل مهنة مثل باقي المهن، هو خويلدق، يعني هو يعتبر قانونيا ملتزم بأنه يبلغ عن أي شيء خطأ بيحصل قدامه ضمن وظيفته. ما هيك أستاذ إيهاب؟ خويلدق معناتها يعني أنه ملزم. نعم. فموضوع الأطفال مثل ما حكوا الشباب، يعني موضوع العناية بالملابس، موضوع الدراسة لعدة سنوات مو سنة واحدة، موضوع النظافة، موضوع أن يكون معك خارجية مثلا بيوم من الأيام، موضوع الأفكار والعادات وكل شيء، هذا كله بيخلق سؤال استفهام. وأنا المدرسة اللي بشتغل فيها اللي 5 سنين فيها ومستمر، مدرسة معظمها مهاجرين، وصار عندي يعني أنا تحت إيدي حالة سحب من السوسيال صراحة. كيف انسحبوا؟ يعني طفل انسحبت، كانت صار عمره 10 سنوات، عادون لأهلهم ولا سحبوا من السوسيال؟ السوسيال سحبتهم أفضل. السوسيال أخذوا البنت من المدرسة، من عنا، من صفي. السبب أنه هي ما بدها تعيش مع أهلها، لأنه أبوها بيضرب أمها. قديش عمرها مضار؟ 10 سنوات، لأنه أبوها بيضرب أمها ومتجوز على أمها واحدة بالسر، وأمها ما بدها تعيش معه، بس هو يعني بتعرف انت
عقلية. أخذوا السوسيال، أخذوها السوسيال، ليش ما أخذوها هي وأمها مثلاً؟ هذا تعقيباً على كلامي هذا المشوار. تماماً، أمها عندها 4-5 أطفال أصغر منها لسه يعني، وهي وقت اللي استدعوها لهي الطفلة وعملوا معها عدة مقابلات ضمن المدرسة، مقابلة الكوراتوري اللي هو الموجه التربوي يعني، فهي عم تشكي إنه هيك وضعها، فعملوا كمان لقاء مع الأم. الأم ما تعرف، خافت يعني، إنه خافت مثل ما معظم الأجانب بيجون، إنه السوسيال هو بعبع مثل ما كتبت أنا قبل شوي، إنه خافت إنه راح يسحبوني إلي أو يسحبوا أولادي، فقالت لا ما في شيء من الحكي هذا، وهي عم تتوهم وهي كذا، وبالتالي أخذوا البنت وتركوا الأم. وهذاك يوم وهذا تاني اتصلوا فيني بعدها بحدود السنة محامي الدفاع يلي كان موكله الأب للبنت، إنه قال اتصل مع هذا الزلمة وتأكد من إنه البنت ما كانت ممتازة بدراستها وكل شيء، وهي فعلا كانت شاطرة كثير البنت عندي بالصف، إنه يعني هو عم يسألني مشان إنه يقوي قضية إنه إعادة البنت للأهل. قلت له إن البنت مثل كل بنت ما عملت أي شيء، وما أنا يعني إحنا تفاجأنا صراحة، ولكن هي باعترافها الشخصي للموجهة للكوراتور يعني الموجهة التربوية عن المدرسة، وبعد لقاءات عدة مع السوسيال فجأة يعني بدون كان أي إنذار مع الأهل صراحة. طيب أنا إيهاب وصلني سؤال، أو وصلني حقيقة تعليق مو سؤال، هون بحقرأه، إنه في ناس عاملة ديبريشن يعني عم تقول إنه هي متأزمة نفسيا بهالحالة هاي. طيب بهالحالة معناتها هؤلاء غير قادرين على التربية، لما بيجوا بياخذوا أولادهم منهم بيجي بيقولوا والله إنه أخذوا أولادنا منا وسحبوهم. هلا في ناس الدبريشن تبع، هلا اذا كل واحد معه دبريشن بياخذ اولاده بالسويد، كانت السويد اخذ اولاد الناس كلها، ما كل واحد عايش بالسويد بيصيبه دبريشن خاصه بالشتاء. لكن في نوع من الدبريشن كلياتنا بنعرف انه هو خطير، بشكل الانسان خطر على نفسه وعلى الاخرين. من حوالي شهرين صارت حادثه بالسويد، واحد رمى اولاده 2 من الطابق الرابع بتذكرها حسن، وحادثه ثانيه واحد قوص مرته واولاده بعدين قوص حاله بسبب الدبريشن. طب هذه هي مشكله فعلا، هي مشكله حقيقيه طبعا مشكله. ما احنا لما انا طلعت حكيت هذا الكلام راحوا قطعوا الكلام تبعي ودمجوه مع كلام ثاني وطلعوني اني انا عم بقول ان العرب المسلمين بيسبوا اولادهم من شبابيك. مين اللي دمج الاورينت؟ فنحن يعني نحن فعلا في معضله. سكت صخر. انا لا ما سكتت، بس بدي وجه رساله كمان للاورينت انه ما بيصير هذا الكلام، هذا الدمج المفروض. متخيل بعد 3 ايام بعد 3 ايام لحذفوا لي اياه، تخيل خلوني سووني مصلوب 3 ايام مثل وقت الحجاج صلب ابن الزبير، 3 ايام بعدين قال شالوا الفيديو. لهلا على فكره عم ادفع ثمنه لهذا الفيديو لهلا. نحن اللي بدنا نقوله انه باختصار شديد، يوجد لدينا مؤسسه اسمها السوسيال ترعى شؤون القاصرين، فيها اخطاء وضعف بالبنيه التحتيه وتجاوزات، كلنا لازم نتفق على اصلاحها. ما في عاقل بيختلف على ضرورة إصلاح هذه المؤسسة، ولا يوجد استهداف لأطفال أقلية معينة أو دين معين أو طائفة معينة بعينهم. وفي شغلة ثالثة لازم نتفق فيها، إنه ما يصير في تدخل من شخصيات ما لها علاقة بالسويد، نحن مواطنين سويديين أو من في حكمهم، وما لازم حدا يتدخل بيناتنا وبين دولتنا، هي بلد ديمقراطية. يعني الناس الظاهرة يعني قصدك من الأصوات العابرة للقارات على سبيل المثال؟ إيه يعني أنا بدي أقول لإياد القنيدي ما بدي أنا لا أنا بدي شو ما بدك، ما في غيره هو اللي خرب الدنيا يا زلمة. عازم لحظة شوي، لأنه رفض حقيقة حدا يجي من طرفهم. أنا حاولت كثير أني أتواصل، ولكن في منهم من اعتذر وأقنعني باعتذاره في معلم. هدول كلياتهم عندهم مرجعيات، أقتنع في منهم عندهم مرجعيات. معلم هدول الشيخ، هدول الشيخ بيقول له والله هذا صخر مش كثير ظريف، آسفين بسام إذا نحن يعني أخذنا لك أو شيء. بيجي عمي عندهم مرجعيات له. يوم صار في عملية تكفير، تخيل الكومبس بتروح لتغطي المظاهرة ببلد ديمقراطي، حقله الإعلام تغطية كل شيء، بيقلعوها الكومبس من المظاهرة، يقول له قال ما بصير أنت كخة روحي من هون، تنصي تغطي المظاهرة. اليوم في عملية تكفير، اليوم أنا وحازم كفرين هدول الناس، بايعين شبيحة بسوسيال، بايعين دينهم، بايعين شرفهم. اليوم واحد بي يمكن عطل
يقبضوا رواتب خاصة أكثر من السوسيال. معلش أنا بدي أحاول استفزهم لأنه هني رفضوا يطلعوا، المفروض كانوا يطلعوا ويردوا على هاي الاتهامات. للأسف هني ما ردوا أو عفوا ما حضروا، وبالتالي هني مسؤولين عن الرد لاحقا. بس بدي أجي لعندك بسام، أنت لحد الآن ما جاوبت. طلع بسام، طلع بسام، لا موجود بسام يوسف، في بسام ثاني، في بسامين، بسام عمر اللي طلع. بسام يوسف انت لحد الان ما سالتك سؤال ما جاوبتني، كيف ممكن فعلا انتم كمهاجرين يا اخي تاخذوا خطوات، في منكم الصحفي، في منكم المحامي، في منكم المدرس، في منكم حتى الامام الجامع او المسجد، كيف ممكن تاخذوا خطوات حقيقيه في التوعيه وسد ثغرات السوشيال؟ اتفقنا هون انه في ثغرات موجود. بسام ايه صديقي موجود وعم بسمعكم. ما بعرف سؤالي وصلك. ايه وصلني سؤالك، وهذا سؤال كتير مهم صديقي حقيقة، يعني كتير مهم. كانوا انه السوريين انا برأيي يبلشوا يفكروا بطريقة غير، يعني بطريقة تنسجم مع ثقافة السويد وقانونه، الطريقة الان عم يشتغلوا فيها يتجمعوا. قصدي هلا هذا الموضوع بصراحة حاولنا عليه من البدايات انه نبلش نحن السوريين يكون في عنا يعني مثل شبه جمعيات، والسويد بتساعدك على هذا الموضوع. يعني إذا صار معك مشكلة مع الحكومة السويدية، إذا صار معك مشكلة مع القانون، مشكلة مع المجتمع، مشكلة السام إنه موجودة، بس عم يكون دورة محصور فقط بـ 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 بالفتاوى. هلا بدي هلا أنا كنت عم جاوب المرة، كنت عم جاوب حازم، كنت عم جاوب المرة الأولى وقطعني إيهاب، وهلا عم جاوب وقطعني. خلي معلش سؤال مهم. أنا عم نتناقش يعني. لا طبعاً طبعاً. صحفيين ومحامين وطبعاً. هلا. طبعا نعم نعم في حلول. هلا حاولنا وحقيقه لخلك شالي في عقبه، تعال نحكي فيها بوضوح وبصراحه، في عقبه انه نحن كل ما حاولنا نعمل مشروع ما للاسف الشديد هي جمعيات بتضرر منها. اولا جهات الجمعيات الاسلاميه فما بدهم اياها تنشا، بحاربوها وبسهوله بيسحبوا منا الافراد اللي هن يعني بضغطوا بطريقة ما بيسحبوها. نحن عملنا جمعية بالمدينة اللي كنت أنا عايش فيها، وعملنا اجتماعات ببيته، حطينا نظام داخلي وإلى آخره، وقدم مرخص فيه متساجع عدد الترخيص إنه سحبوا معظم الناس، وبعدين نكتشف إنه اللي سحبوهن يعني لأسباب. مين اللي سحب؟ سحبوا منهم أعضاء. يعني نحن كنا عاملين، نحن بدك أنت في نظام داخلي بدك تكون 14 عضو أو 20 عضو لحتى يشكلوا جمعية، بتعمل نظام داخلي وبتقدم فيها وإلى إجراءات قانونية يعني. وبعد ما عملنا النظام الداخلي وترجمناه على السويدي وكتبناه بالعربي وتناقشنا فيه ووضعناه، لما بدنا نتقدم فيه على الترخيص بيسحب مجموعة كبيرة، بصفوا الباقيين 3 أو 4. شو السبب ليش انسحبوا؟ انسحبوا لأنه لازم يكون هن تابعين لجهة إسلامية، لجهة دينية فقط يعني، فقط ما بدهم. يعني هذا الكلام بسام، يعني هذا يعني أنت عطول لازم يكونوا تابعين لجهة دينية، هل هم قالوا لك أم أنت تظن؟ لا صديقي هلا واضح تماما ليش، لانه هن نحن لما طبعا من بيناتهم بعدين تكتشف انه مش حدا بيكون واثق فيه بيقول له هي والله بصراحه هيك نحن لانه الجامع هيك بده او الجهه الدينيه هيك بده. سخر، بس بدي اقول للصديق يوسف معلومه انه تاسيس الجمعيه بالسويد يكفي فيه وجود 3 أشخاص لجنه تاسيسيه. ايه هلا رح كمل بس صديقي مشان بعدين تختلف صور. انهم نحن كان مطلوب مننا نكون 14 واحد لما الجمعية اللي كنا بنرسمهم. القصة صديقي هون اذا ما حسننا نحن كوافدين جدد لهذا المجتمع نصل بين حياتنا الاجتماعية والقانونية والاقتصادية داخل هذا المجتمع عن ثقافتنا الدينية او اللي جايبين مجتمعنا، بده يكون في صعب، في صعب بانشاء علاقة سوية بينه وبين هذا المجتمع، علاقة معافاة يعني. هلا هذا انا بقى لازم يشتغل عليه بالاعلام، ولازم يشتغل عليه في 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 ضغوطات كثير عم نواجهها، بالاضافه بتعرف انت احنا اغلبنا مشغل بلسه بقضيته الاساسيه هي قضيه سوريا والاخري، لكن انا بقى هذا الاتجاه الوحيد من خلال الاحزاب شغل بسام بقضيه سوريا، ولكن في مهاجرين كثير مثلا مو من سوريا، وبالتالي يعني هذا الموضوع ما لازم هم ياخذوا يعني ياخذوا قرار فيه. نحن صديق المشكل هلا اجت بعد 2014، نحن النسبه الكبيره اللاجئين السوريين النسبه الكبيره، يعني نحن هلا صفنا جاي رقم واحد بالسويد، جاي الاولى هي صارت الجاليه السوريه، فنحن هلا المعنيين. وما بس هيك يعني الجاليين القدامى يعني اخذين رتمهم وايقاعهم داخل المجتمع السويدي. هلا بس النقطه الاخيره اللي بدي احكيها بهذا الموضوع انه انخراطنا بالاحزاب السويديه كثير مهم، كثير مهم انه لازم ننخرط داخل بنيه الاحزاب السويديه.
لأن آلية العمل السياسي داخل الأحزاب ننخرط داخل الأحزاب بالسويد. الأحزاب السياسية قصدك أنت كحزب؟ نعم 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 أحزاب منظمات مجتمع مدني. لا لا الأحزاب السياسية نفوت على الأحزاب على اليسار ولا على اليمين ولا على الوسط ولا نختار حزب وفوت عليه. الحياة السياسية هون أنا بدي كتير بساعدك على فهم إذا بتعيش فيها بساعدك على إنك تفوت بالمجتمع ومشاكله وتفهم كيف آليات القانون وكيف بتوصل للسلطة وكيف بتوصل قرارات وكيف بتدافع عن آرائك وأفكارك. لحد الآن نسبة الانخراط قليلة جدا وأغلب الانخراط بتقتصر على إنه تروح تصوت وترجع يعني فقط. هاي كتير مهم هذا الموضوع. أو عيسى، عيسى عنده مداخلة أعتقد. عيسى تفضل طلب تحكي. عيسى مرحبا، يعطيكم العافية. مرحبا تحياتي. حضرتكم عم تسمعوا؟ عم نسمع تمام فضل. أنا آسف بصراحة ما كتير حاسس إن أعلي صوتي لأن بصراحة يعني اليوم كان عندي عملية ولو موضوع ما كتير شدني بصراحة يعني ما كنت رح أحكي، بس الموضوع كتير سلام يا عيسى، الموضوع كتير مهم بالنسبة إلي. بس بصراحة إنه عن الموضوع عن أخذ الأولاد، في نقطة حابب نوه عليها إنه معظم العائلات إذا كانوا بالسويد ولا بغير دول أوروبي هم عم يشتغلوا بالناحية عاطفية جدا، ما عم يشتغلوا من ناحية علمية. يعني مثلا يعني بصراحة هون أنا في ناس شفتها مقيم بالسويد أنا لا بس مقيم بدول أوروبي تمام. بصراحة إنه يعني الناس اللي شفتها عم تتصرف عن جد عم تقول لكل إنسان. يعني أنا بصراحة هذا الموضوع كتير بهمني لأن هذا الموضوع يعني بي 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 بيهمني إلي شخصياً، لأن أنا شخص اليوم إيه يعني عندك أولاد عيسى ولا أخو خايف؟ زمانك عايش بالسويد؟ زمانك عايش بالسويد؟ تفضل. زمانك عايش بالسويد كيف بهمك وهذا وسهلا أنت في هذا الموضوع أو عندك عائلة أو؟ لا أكيد، بس أنا حابب أوصل صوتي لأن أنا يعني كنت ضحية لهذا الموضوع. أنا اليوم عمري كبير، يعني أنا ماني صغير اليوم. مع الأسف يعني بسبب تعامل السوء الأهل لحد هذا اليوم أنا عم عاني من التروماتيزم لحد هذا اليوم. مع إنه أهلي يعني ما كانوا يعاملوني بقساوي جدا كبير، ولكن أنا شفت عدة أخصائيين نفسيين وحكينا كتير وبالموضوع، وكانت كل المشاكل جاي هي مشاكل من الطفولة. وعلى فكرة شفت كتير ناس وكتير سوريين وحكيت مع كتير ناس، وهذا الشيء كل الناس بتعرفه، حتى حضرتكم يمكن أنتوا نفس الشيء. يعني يمكن بتعرفوا حتى أنتوا المصطلح أنه إذا بتعرفوه يعني اللحم إلك والعظم إلنا والعنف تجاه الأطفال. بصراحة العنف تجاه الأطفال بمجتمعاتنا كتير متهاونين فيه جدا 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 بشكل مخيف. يعني مو يعني عن جد يعني ما بعرف ليش المجتمع عنا تربى على هذا الموضوع. فالسويد فبشكل عام العرب بيفكروا اذا السويد بدها تاخذ طفل فورا بيفكروا بتفكير ديني وتفكير عاطفي وبتجاهلوا تماما التفكير العلمي والتفكير النفسي. تمام عيسى، هلا نحن هون حقيقه عم نناقش هذا الموضوع. يعني هون هذا موضوع طويل ويحتاج الى اخصائيين نفسيين مثل ما حكيت. انا هون كنت بدي فكرت انك انت بالسويد، ولكن هذا الموضوع يعني انت عم تحكي انك بدوله اوروبيه ما رضيت. انا اتفهم انك ما رضيت تحكي وين، بس كنا نحن بدنا نعمل مقارنه. اذا عايش انت بدوله اوروبيه، هل هذا الموضوع موجود في الدولة اللي أنت عايش فيها نفس الزخم بالسويد أم يعني ما عندك اطلاع؟ هلا بصراحة رح أكون صريح، يعني أنا ما عندي اطلاع بالموضوع إنه كيف التعامل بالمدرسة. هلا يمكن بالسويد هني أصعب، يعني عندهم تدقيق أكتر بكتير. يعني مثلا أكيد كمان الطفل يعني ما فينا كمان مثل ما بيقول الطفل. شكرا عيسى، شكرا. أنا هوني ما يعني موضوع الآراء بهالموضوع هذا بالنسبة للشغل في الأخير فيها ما فيني. طيب أنا بدي اعتذر منك ومن ضيوفك، صار لازم أطلع. ماشي حازم، نحن ما راح نطول، راح نخلص. أنا هلا لازم أطلع. شكرا كثير لك للاستضافة، تحياتي لكم. شكرا، صباح الخير، مع السلامة. إيهاب بدي أرجع لك هون قبل بعدين بدي أمر لعن بسام ومضر. بدي ارجع اسال نفس الكلام، السؤال اللي سالته انا لبس من وجهه نظر قانونيه. يعني هل اذا المهاجر في السويد اللي هو كان مهاجر وحصل على جنسيه او قبل ما يحصل على جنسيه، هل بامكانه فعلا العمل على تغيير
بعض القوانين أو سد الثغرات اللي حكيت عنها أنت. السويد بلد، السويد بلد ديمقراطي، أنت ما فيك تقول الصبح وتقول والله لأنه أنا مهاجر حابب أن يغير. أنا ما قلت لأنه مهاجر، ولكن على الأقل لسد الثغرات اللي تكلم. رح لك شو في بالسويد. أول شيء أنت بحلك أسس حزب، اليوم إخوان المسلمين عاملين حزب بالسويد يسمونه يانس. ما بدي ركز على موضوع الاخوان. لا بس راح اقول لك، هي مثال اخوان المسلمين عاملين حزب هلا اسمه نيانس وعم ينشطوا. في بالسويد تقريبا 160 حزب، 8 منهم بالبرلمان. انت بدك تجيب 4% بالانتخابات تقدر تفوت على البرلمان. اذا انت بتقدر تفوت على البرلمان فاهلا وسهلا، ما في اي مشكله، فيك تغير قوانين واللي بدك اياه. لكن نظام الانتخابات بالسويد ونظام القوانين بالسويد هو نظام نسبي، بمعنى انه ما في حزب واحد بالسويد بيقدر يغير شيء. القوانين معناها ما في حل. لا، بدك تغير بالتوافق الاجتماعي المجتمع، يعني مثلا هذا قانون سوسيال صفر متفق عليه النخبه السياسيه كلها بالسويد كامله. طيب اتفقت يعني عليه بجوز قبل ظهور يعني بالنهاية المهاجرين، ما فينا ننفي انه صاروا نسيج اجتماعي للمجتمع السويدي. يا اخي هلا اذا يعني انا ماني مهاجر، ليش انا ما شايف في مشكله مع القانون؟ في غيرك، في انت بتكون بجوز. هو عنده مشكله مع القانون مش لانه مهاجر، لانه هو اقترف شيء اخترق القانون. يا صديقي القانون مش مستهدفه لانه مهاجر. يعني هي عقده انه انا لاني مهاجر، هي مثل لما كنا بالجامعه نقول والله الاستاذ متحطط علي. يا اخي ما حدا متحطط عليك. انت صدقني ليش ال 250 او 300 شخص ظهروا ما حدا منهم نشر قرار قضائي؟ راح الاعلام السويدي نشر 3 احكام قضائيه بحقهم وطلع البلاوي الزرقاء. نحن ما بدنا نقعد نتهم حدا وندافع عن حدا، نحن بدنا نقول التالي: المشكله مش بالقانون حكما، قانون ال بي او قانون راقي ومحترم. عندنا مشكلتين اساسيتين: المشكله باللي ما حابب يقبل ثقافه البلد من جهه، وبالأداة التنفيذية في بعض البلديات من جهة أخرى. هذه هي المشكلة الوحيدة اللي صايرة. أما رو غير القانون، مين رح يغير القانون؟ القانون ما بيتغير يا صخر إلا بتغير بالمزاج السياسي والاجتماعي للسويد كلها. هي عم بصير في دعوات مثل ما حكيت وخطاب يعني نوعا ما إذا بدنا نقول شبه تحريضي، وهذا الخطاب يعني سيؤثر لاحقا على يعني. طبعا رح يأثر على الأقل. هدول بشر صخر، مش ملائكة، هدول بشر. يعني أنا اليوم كنت باجتماع بالعمل وكنا عم نحكي عن هذا القانون. أنا بشتغل بشركة محاماة وزميلاتي وزملائي قاعدين محامين ومحاميات، وكانوا عم يحكوا بهذا الموضوع وكانوا عم بيقولوا إنه يجب تنشيط المجتمع المدني. بس أنا حابب أقول إنه أنا بدأت تأسيس الجمعية تعنى حصرا بهذا الأمر، بشرح بردم الهوة بين مؤسسات السوسيال وبين الجالية العربية. وهلأ يعني عم جمع حالي أنا وبعض الأصدقاء. فالعزيز بسام إذا بحب يكون معنا أهلا وسهلا، أنا ممكن نبلش الشغل مع بعضنا ومنا بحاجة للإمام. بسام بدي أسألك هون سؤال قبل ما أنجرح وبعدين أقدر. الموضوع اللي أعتقد اسمه دياب، الموضوع اللي خلق خلينا نقول أو اللي تم تسليط الضوء على حالة دياب، أنا شفتك كاتب أنه هي حالة قديمة من 3 سنوات يمكن. إيه نعم صديقي، بلشت بال 2017. شو سبب تسليط الإعلام عليها في المرحلة الحالية برأيك؟ هو لساها مستمرة المحاكمات تبعه، يعني هلا هو بال 2017 وسحبوا أطفاله هو وصل بال 2017 وبعد أشهر سحبوا أطفاله منه وفي محاكم إنه بدي يحاول يرجعون. يعني هلا هو القصة طويلة، قصة يعني أنا كنت بتمنى يعني حقيقة لو إنه في إمكانية. طبعا القانون السويدي بيمنع، أنت بتعرف صخر إنه القانون السويدي بيمنع نشر الملفات الحقيقية للأطفال المسحوبين، لأنه هي لو كان دافع النظام أو الحكومة السويدية إنه ما يصير في إساءة للأطفال، لأنه هذا ممكن يؤذيهم. لكن لو كان مسموح هذا الموضوع، 3/4 طلعوا متظاهرين او 90% منهم ما بيفتحوا تمون، لانه بيعرفوا الحقيقه ان شو السبب الحقيقي لسحب الاطفال منهم. في عندك يا محطتي بتحملها مسؤوليه بسام بهذا الموضوع البروباغندا اذا بدنا نقول اللي طلعت؟
أنا حملتها صديقي، أنا حملت جهتين الأساسيين المستثمرين سياسيا بهذا الموضوع، بس بدي أحكي على شغلة واحدة. سألت لصديقنا إيهاب حول يعني إذا ممكن التغيير، نعم ممكن، لأنه أنت بتتذكر حتى القوانين السويد الآن عم تتغير، يعني قوانين اللجوء والهجرة والجنسية ولم الشمل كلها عم تتغير، معناها في إمكانية للتغيير، وعم تتغير ضد اللاجئين طبعا، وهي عم بالدنمارك تغيرت أيضا ضد اللاجئين، لأنه هي عم تماشي الآن صعود اليمين. الآن أنا برأيي إذا بصفي في عمل منظم وجهد منظم وتواصل مع أحزاب سياسية وبالشارع السياسي ممكن تتغير قوانين. هلا الآن السويد عم تتشدد، أنا برأيي بكثير قوانين تخص اللاجئين، وإذا وصل الـ SD على الحكومة وكان هو الأغلبية باللبنان بده يغير كثير قوانين. SD الحزب اليميني ما هيك المتطرف؟ الـ SD هذا يعني هو الأقصى اليمين اللي هو شبه عنصري، يعني مصنف عنصري. هلا كثير مهم قلت لك انخراطنا نحن كلاجئين بالمكنة السياسية والإعلامية ضمن القانون السويدي، وضمن هذا كثير بيساعدنا على تحسين أوضاعنا وعلى تجميع جهودنا باتجاه قضية يعني بتخدمنا. يعني دعوة هي لأنه فعلا مثل ما حكيتوا تجمعوا بعض. بدي قبل ما أشكركم بدي مع مضر أنت كأستاذ مدرسة أو مقيم يعني عم بتواجه هاي الحالات، شو بتنصح الأهالي نهائي بيتعاملوا بطريقة يعني تجنبهم سحب أطفالهم من قبل السوسيال؟ استاذ صخر سامعني هلا؟ سامعينك تمام. بالبدايه بس بدي اذكر بشغله صغيره، يعني نيجي هون انت بمدرسه بدي نعم. بعدين لايهاب من وجهه نظر قانونيه وانا تفضل. هو بس الاهتمام بصحه ودراسه الاطفال. بالبدايه بس بدي اذكر بشغله، انه كل الحاصلين على الاقامه بالسويد بيحصلوا على دوره اسمها دوره سام هيلسكونسكوب، اللي هي معناتها علوم المجتمع، لحتى يعرفوا قوانين المجتمع بشكل كثير دورات اندماج، يعني قصدك انت مفيد. نعم، هي مدتها بحدود 30 ساعة، من ضمنها بيتطرقوا لانه مهمه دائره الشؤون الاجتماعيه احد صلاحياتها انه هي تهتم بالاطفال بشكل خاص، لانه قانون يعني حقوق الاطفال هو من يعني قانون اساسي بالسويد، وبالتالي بيقولوا انه كمان بيذكروا انه اذا صار في حال واجهوا اي عنف جنس جسدي او نفسي او اي اهمال، فالشيء راح يضطر انه دائره الشؤون الاجتماعيه تتدخل بشكل فوري. فهذا الشيء يعني واصل لكل المهاجرين الجدد والقدامى. بس اللي شو عم يصير؟ اللي عم يصير انه معظم المهاجرين عم يتنصروا من كل هاي الدروس اصلا، ما يحضروها. يعني اللي صاير هو صاير في تساهل بالسياسة السويدية وليس تشدد، والعكس. يعني لو السياسة السويدية والشؤون الاجتماعية متشددين ما كان وصلنا لهون، ولكن التساهل بأنه عدم أنه يعني ما عندكم قصدك هون فرض على العائلات حضور هاي. نعم بالضبط، لازم يكون في دورات للعائلات يعني بشكل دوري متكرر. يعني في عنا هون بكل المدن الكبرى وحتى المدن الصغيرة، يعني في عنا دائما حي هو حي المهاجرين، بتلاقي 90% منه عاطين عن العمل، عايشين على مساعدة السوسيال اللي بيسموها راتب، هي مساعدة وليست راتب، وأطفالهم ما بيشاركوا بأي نشاطات خارج المدرسة، إن كانت رياضية وإن كانت فنية وإن كانت ثقافية. فهذا الشيء كله بيأثر. يعني شكراً يعني كتير. مشكلة الأساسية مشكلة سويدية صراحة، السياسة السويدية للأسف. شكراً كثير مضر. إيهاب بدي أنهي معك، يعني شكراً لجميع، بس بدي أنهي معك، شو النصائح اللي أنت بتقدمها يعني للمهاجرين من وجهة نظر قانونية يعني كي يتجنبوا هذا الموضوع بعيداً عن اليمين اليسار المتدين غير المتدين؟ أول نصيحة أنا بنصحها هي يأخذ القانون على محمل الجد. يعني مضر ذكر قصة دورة المجتمع اللي احنا أخذناها. للأسف معظم الناس اللي كانت تدخل، احنا كنا موجودين كنا نعرفها، يعني انه للأسف معظم اللي كانوا يخضعوا لهي الدورات كانوا يسخروا منا. يعني تيجي انت مثلا على فقرة المثلية الجنسية كنا نسمع 100 تعليق، نجي على فكرة عدم ضرب الأزواج والأولاد نسمع 100 تعليق صاحي. يعني عملية سمع الشباب، فمن الضروري الواجب كأنه أخذنا واجب بدهم يحضروا بدون الاستفادة من المعلومات المقدمة أو المقدمة. ما في استسهال بأنه هذا الحكي شو هيو ما نضرب أولادنا.
العصا رأته. الاستسهال الثقافي هي أول شغلة. ثاني شغلة التخلص من عقلية إنه أنا مستهدف، يعني ما حدا مستهدفك يا حبيبي، ما حدا مستهدفك، تأكد يعني، لأنه عدم مؤاخذة شو في عندك ما عند غيرك. أنا صخر بيقول لك شغلة، وأنت يمكن بتعرف أنا إنسان اجتماعي جدا، أنا ما بعرف عائلة واحدة من أصدقائي صحب أطفال، مو بس ما بعرف عائلة واحدة من أصدقائي صحب أطفال، ما بعرف عائلة واحدة من أصدقائي انفتح فيهم ضغط سوسيال لحالة واحدة وكان السوسيال عم يتعاون مع العائلة. فمشان هيك يعني إنك أنت مستهدف بالذات لأنك عربي مسلم، هذا 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 شيء تبرير. هذا يعني كلام، هذا تريد القول إنه بكلام تم استخدامه. أهم نصيحة ثالثة بنصحها إنه نركز على المجتمع المدني. مشان هيك أنا بلشت بجمعية مختصة بهذا الأمر، وبدي أقول إنه تواصلت مع البلدية وكانوا مرحبين جدا بهذا الأمر، ورح يساعدونا، رح يوقفوا جنبنا، رح يدعمونا بالقوانين وبالأشخاص اللي يساعدونا بفهم القانون. فمشان هيك أنا بنصح إنه اللي بيحب يتفضل معنا أهلا وسهلا، واللي بيحب يشارك معنا أهلا وسهلا، واللي بيحب يأسس لحاله السويد ما بتقلك شيء، يتفضل ثلاث أشخاص بيروحوا بيأسسوا جمعية وبينشطوا والدولة بتدعمهم، ما أنا مشكلة. صحيح، شكرا لك إيهاب، شكرا لحازم، أهلا وسهلا، مساء الخير لكم. شكرا لبسام ومضار. يعني وصلنا حاليا لنهاية الحلقة. هلا صار في أنا عندي بعض الأخطاء التقنية للأسف، حاولت أني أتلافاها، أتمنى أني أكون تلافيتها حقيقة. بشكركم، بشكر كل من شارك وكل من استمع وكل من حضر وكل من شارك برأيه. أيضا هي دعوة إلى بسام وإيهاب وحازم أيضا ومضار وجميع اللي بالسويد، فعلا يضعوا أيديهم بأيدي بعض على الأقل. بالنهاية أنتم وصلتم إلى بلاد غريبي الوجه واليد واللسان فيها، في ناس تفاعلت، في ناس اندمجت، في ناس لا ما زالت عم بتعاني يعني، وبتوقع اللي بيسأل ما بتوه مثل كما يقال. شكرا جزيلا لكم، تحياتي.